السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا وتابعينا في القناة الرياضية، نمسي عليكم بالخير وحياكم الله معنا بالاستديو التحليلي لدوري كرة اليد. والأسبوع 13 آخر أسبوع في دوري الدمج، ومثل ما ذكرت أمس وكالعادة طبعا نظام الدوري هذا السنة دمج، وبعدها يتم تصنيف الفرق إلى 6 الكبار وراح يدخلون مع نقاطهم ويلعبون من قسمين، وبعدها يتم تتويج بطل الدوري. الثمانية اللي ما راح يتأهلون راح يلعبون دور واحد تحت قسم واحد، أيضا راح ينزلون مع نقاطهم ويلعبون قسم واحد ويتوج أيضا بطل دوري الدرجة الأولى. إحنا اليوم في آخر أسبوع خلاص، اليوم ما قبل الأخير، عندنا مبارتين اليوم إن شاء الله، وباكر أيضا عندنا مبارتين وننهي فيها الأسبوع 13. بعدها راحة تقريبا ثلاثة أيام، 19 راح يكون إن شاء الله العودة انطلاقة دوري 6 الكبار. خلنا نرحب بداية في الكباتن والمحللين المتواجدين معي داخل الاستديو، كابتن عباس طه ابو مشاري مساك الله بالخير، حياك الله نعيما. يا هلا ومرحبا، ينعم عليك. بداية امس عليك وعلى اخوي ابو احمد وعلى اخوي المشاهدين، وعلى نهاية اسبوع مثل ما تقول يعني على المحك، مثلا مبارتين من اجمل المباريات ان شاء الله راح تكون. حياك الله يا ابو مشاري. ايضا نرحب فيه معنا الفني كابتن علي مذن. كابتن علي مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور عبد الله، ومسا على الكابتن الكبير ابو مشاري عباس طه، على اخواننا المشاهدين، ونتمنى اليوم تكون مباريات تليق باسم كره اليد الكويتيه ان شاء الله. ان شاء الله. ليش كله يقولون اذا رحبت فيهم كله ان شاء الله اكون خفيف دم عليكم، او ان شاء الله تليق بسمعه كره اليد لك، ليش هذه الكلمه لازم تنقال وايد؟ يعني مثل ما يقول شويه مهارات. اوكي. انزين، طبعا امس يمكن ذكرت راح يتم تاجيل بطوله الكاس، المفروض بطوله الكاس عقب الدوري على طول، لكن الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره اليد خذوا قرار بتاجيل بطوله الكاس، فتنتقل من نهايه الموسم الى بدايه الموسم القادم، فراح يلعب الكاس بدايه الموسم القادم، فما راح يكون في كاس نهايه الموسم، فقط الدوري السته على قسمين، وبعدها يتوج بطل الدوري ويتوقف الدوري بحكم مشاركة منتخب الشباب اللي راح يشارك في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا اللي راح تقام في الأردن، وراح تكون شهر 7، فبالتالي راح يكون قبلها أعداد للمنتخب. فأبو مشاري راح يتم تأجيل الدوري بحكم يكون ضغط الرزنامة وأيضا ضيق الوقت. هو السؤال اللي أنا أعتقد من آخر سنة كنت ألعب متى أبو أحمد؟ 2013. دائما السؤال اللي يطرح نفسه اللي يقول نهاية كل موسم متى يبدأ الموسم اللي وراه؟ هذا السؤال موجود، وهذا مثل ما تقول المعضله الموجوده عند جميع الانديه. احنا مو مشكله اجلت الكاس، لكن الدوري متى يبدي؟ عشان انا اعرف متى اتعاقد مع محترفيني، متى ابدا اعدادي، متى حتى لو كان في فكره حق معسكر، اعرف متى ابدي معسكري. في بعض بدايه اي بطوله اللي كنا نلعبها كان يبدا مثلا يقول شهر 9 ويتغير. انت لما تغيرت كل شيء عندي، انا لخبطت الجدول عندي عند الانديه عند المحترفين. يمكن يعلنون نهايه الموسم، بس احنا يعني المشكله عندنا مو ان تاجل، بالعكس، لان في بطوله كاس عالم الشباب، في بطوله كاس عالم حتى الفريق الاول عنده فتره اعداد طويله تكون موجوده، فاحنا وياهم بالعكس، بس المهم ان تعطي الانديه متى بدايه الدوري. اوكي. طبعا علي عندنا مشاركه منتخب الشباب، فضيق الوقت يمكن لانه ما في فتره اعداد، فاضطر تاجيل الكاس اساس انه يكون في فتره معسكر وبعدها يروحون يشاركون في كاس اسيا شهر 7. ابو حسين، احنا ذكر من قبل كم استديو كنت طالع معاك، وانا يعني قلت اتمنى ان هذه ان الكاس يتاجل للموسم القادم، كونها صارت من قبل اتوقع في نهايه التسعينات اول الألفين صارت تاجل الكاس، كان لضيق الوقت. بالعكس خطوه ممتازه، كون انت منتخب الشباب عنده بطوله اسيا اللي راح تقام في الاردن، ومثل ما انت قلت وضيق الوقت هذا، فهذا يعطي يعني راحه شويه للاعبين بعد مجهود دوري كبير، لازم شويه اللاعبين يرتاحون ويدشون معسكر منتخب الشباب، فانا اشوف خطوه موفقه ان شاء الله. أوكي. ونتمنى ان الموسم القادم مثل ما قال الكابتن عباس انه يعني يطرحون متى راح يبتدي الموسم، ونتمنى انه يبدي مبكر، يعني يبدي بشهر 9 او شهر 10، خاصه ان شهر 1 الموسم القادم يعني كاس عالم تكلم عنه، فبالتالي لازم يكون ايضا في فتره اعداد. بالضبط. فاعتقد يمكن الكاس يبدون يمكن جوله او جولتين او ثلاث، ما نتمنى بعدها يكون في توقف لان بحكم مشاركه المنتخب في كاس العالم. اول كاس اصلا لو تبدي كم جوله؟ الكاس ما ياخذ يمكن اسبوع، يمكن 8 ايام 10 ايام بالكثير يعني اذا كان نظام الخروج المغلوب ما راح يطول يعني. اي صحيح. اوكي.
بنشوف سلايد مثل ما ذكرت عندنا مباراتين اليوم. مباراة الأولى طبعاً أيضاً تحديد المركز الثالث اللي ياخذ الثالث في منافسة ما بين كاظمة والسالمية راح تكون إن شاء الله أول مبارياتنا اليوم. كاظمة والسالمية طبعاً كاظمة 20 نقطة والسالمية 19 نقطة تنافسون على المركز الثالث وأيضاً الثالث والثاني حسب مباراة القادسية القادمة. مباراة اللي وراها القادسية وصليبيخات أيضاً القادسية ب 21 نقطة أيضاً يطمح لي الاستمرار واللحاق بالكويت. وصليبيخات عنده مباراة مهمة فوزه مطلوب لازم يفوز إذا ما أراد التأهل إلى الستة الكبار. بالتالي مباراتين مهمتين راح ننطر ونشوف ما تسفر عن هذه المباراة. عندنا تقرير المباريات اليوم مباراتين عندنا راح نشوفه معاكم ونعود. على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم تستكمل اليوم مباريات الجولة 13 من الدوري العام لكرة اليد بلقائين مهمين في سلم الترتيب العام. في أولى مباريات اليوم يلتقي كاظمة ثالث الترتيب برصيد 20 نقطة بنظيره السالمية الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة في صراع من أجل كسب عدد أكبر من النقاط يستفيد من خلالهم الفريقان في منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم. وقد ضمن كل من كاظمة والسالمية التأهل إلى الدوري الممتاز. أما في ثاني مباريات اليوم القادسية يواجه صليبيخات في لقاء مهم للفريقين حيث يأمل القادسية مطاردة الكويت على صدارة الدوري العام والابتعاد أكثر من كاظمة ثالث الترتيب. أما صليبيخات فهو بالنسبة له لقاء حاسم لخطف بطاقة المركز السادس وانتظار نتيجة مباراة العربي وبرغان التي تحدد مصير آخر بطاقة الوصول إلى الدوري الممتاز حيث الفارق بين صليبيخات وبرغان نقطة واحدة لصالح برغان. أمس طبعاً أيضاً كان عندنا انطلاقة الأسبوع 13 بثلاث مباريات أمس انطلق فيها الأسبوع الأخير. بنشوف معاكم أيضاً نتائج الأمس. مباريات ما كانت لها تأثير أعتقد يعني خاصة المباريات محسومة. المباراة الأولى كانت ما بين التضامن والساحل انتهت بفوز التضامن 24-23. اليرموك تغلب على خيطان 34-25 وأخيراً الكويت فارق كبير على الفهيل 42-25. أنا أعتقد عدد الستة هو من جعل نهاية الدوري في أربع فرق ما ثلاث فرق خلاص يعني مثل ما تقول خلاص إحنا مو من ضمن الستة تسيير حق المباريات. أنا أعتقد في هناك في مباراة يعني لو إنك قام سبع فرق كان لي آخر أسبوع صليبيخات الأمل النصر عنده أمل قام هذا فأنا أعتقد خلقت يعني جو من المنافسة أكثر. سبع فرق في نظام اللي فوق الموجودين راح يعطي فرصة أكثر راحة من الجدول الموجود حين المضغوط تلعب يوم ترتاح يوم. لو سبع فرق كل جولة يرتاح فريق فأنت عطيت راحة أكثر حتى بنظام الجدول المضغوط نوعا ما راح ما راح يكون له تأثير. بالجدول الموجود ونظام المضغوط الموجود الحين أي فريق يصيب عنده لاعب مؤثر أو محترف أعتقد راح عليه بداية يعني محصلة الدوري اللي كانت يطمح لها ثالث ولا ثاني اعتقد هذا راح ياثر عليه تاثير كبير بحكم الجدول مضغوط انك تلعب مباراه وترتاح مباراه. اوكي. نروح حق مشعل جوهر ابو علي زميلي في ارضيه الملعب لقاء كالعاده ما قبل هذه المباراه اللي راح تجمع السالميه والكاظمه. تفضل. زميلي عبد الله يعني اليوم مباراه مهمه يعني مباراه السالميه وكاظمه عقبها صليبيخات والقادسيه يعني اليوم كاظمة والسالمية ينطر خسارة هم القادسية يعني كابتن منجي البناني مدرب نادي السالمية أبو بكر صلاح مدرب حراس نادي كاظمة اليوم الحراسة إذا كانت زينة ومتفوقة هي اللي راح تكسب المباراة. كابتن صلاح يعني
اليوم القسمه ما تنغبل على اثنين، انتم محتاجين المركز الثاني اذا خسر القادسيه لا سمح الله، او انك اذا فزت على السالميه اليوم هم تدش بصراع على المراكز الثالث والثاني. طبعا سلامي لابو عبد الله وكل الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما حضرتك قلت الحراسه، الدفاع طبعا رقم واحد ان شاء الله باذن الله، والحراسه طبعا هتعدي المباراه، هي الهاند بول بقت كده، دفاع وحراسه وطبعا فص بريك. طبعا المباراه النهارده يعني مباراه كاس زي المره اللي فاتت، زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده ماتش النصر برده واحنا كانت مباراه كاس، فطبعا المباراه كاس بيننا وبين السلميه، فرقه محترمه، عناصر طبعا المحترفين كويسين، بيجروا طبعا فص بريك وبيتردوا في الدفاع كويس جدا، فان شاء الله احنا محضرين باذن الله، باذن الله يكون المكسب من نصيبنا على اساس نخش السته باذن الله. هيبقى بقى طبعا نظام تاني خالص وترتيب تاني خالص، بس على الاقل يبقى احنا بيننا وبين التاني او الاول يبقى نقطه نقطتين، وان شاء الله باذن الله يبقى السته ليها كلام تاني ان شاء الله. يعني في غيابات؟ لا الحمد لله فضل الله ما فيش غيابات، ما فيش غير حارس المرمى ترك، ودي ظروف خاصه يعني، ربنا يوصل له الحال يا رب ويرجع بالسلامه باذن الله. ما عندهم غيابات، لكن نفس ما تفضل عنده بس شخص واحد، لكن السالمية اليوم محتاج الفوز أكثر. يعني السالمية هالموسم قدم مستوى طيب، فيك كابتن منجي يعني إحنا شاهدتنا فيك مجروحة، جاهزين لكاظمة اليوم والنقطتين مهمة لنادي السالمية إن شاء الله. أول حاجة سأخلف اللي هي مباراة هامة، نحب وإحنا رد فعل متاع اللاعبين على المباراة الأخرانية متاع القادسية، ما كناش موفقين في آخر الشوط الثاني ونهزمنا، طالبين من اللاعبين اليوم رد فعل يعني بالنتيجة وبالكيفية. مباراة هامة طويكة علاش هذه، خطر مهما يكون النتيجة نتاع القادسية احنا بالنسبة لي نحن مباراة هامة تخلي الكاظمة معناتها ديما وراك، يعني هامة النقطتين لنا ذوما اثنين هامين بالنسبة لي نحن على المشوار الثاني بعد في دخول الستة. يعني كاظمة فريق محترم محترم جدا، المحترمين المحترفين زاد كيف كيف كانوا في السلمية ونعرفهم كثير، حضرنا المباراة ان شاء الله اليوم نتفاداو الاخطاء نتاع القادسية، ان شاء الله نكونوا مركزين وان شاء الله نفوزوا. نقطتين مهمات؟ مهمة جدا كابتن. ربنا يوفق الجميع، بس نقطتين مهمين جدا لينا احنا كمان برضو، فان شاء الله باذن الله المكسب نصيبنا باذن الله. جميل عبد الله حسين، ما في تهاون بالنقطتين، والصوت والصوره لك. شكرا مشعل، وبالتوفيق ان شاء الله الكابتن ايضا ابو بكر والكابتن منجي في اللقاء القادم. بنشوف طبعا ترتيب، لان للحين ممكن تغير المراكز في بعد مباريات اليوم، خاصه السالميه وكاظمه وايضا القادسيه والصليبيخات. كباتن علي شوف اليوم السالميه وكاظمه، خلينا بالمباراه الاولى 19-20، ففوز كاظمه بيصير 22، فوز السالميه بيصعد على كاظمه على الاقل، على الاقل يضمن المركز الثالث. شوف قبل مباراه القادسيه طبيعي عبد الله النقاط جدا مهمه، كون انت بتصعد بالسته الكبار ومعاك نقاطك، كاظمة أو السالمية طبيعي يحتاجون الفوز، يبون يصيدون أو يكونون قراب من المركز الأول والمركز الثاني. يعني أنت لو بتصعد الستة الكبار من غير نقاط، إحنا كان قلنا هالمباراة مو مهمة، لكن مثل ما قلت لك عبد الله كون الكويت متصدر ب 24 نقطة يطمح كاظمة والسالمية يطمحون الكويت خلص خلاص الكويت ما عندهم مباراة. إيه أقصد إنهم كاظم وسلمي يطمحون يكونون قراب من الكويت، لأن بالستة الكبار أي خسارة من الفرق اللي تحت راح تصعب عليه بطولة الدوري إنه يتصدر الدوري، خاصة القادسية أيضا بمشاري عنده مباراة مع الصليبيخات، فإذا ما أراد إنه يكون قريب على الكويت إذا فاز على الصليبيخات بيصير 23 يكون قريب فرق نقطة، فبالتالي القادسية بالنسبة له أمر مهم الفوز. هو شوف لو بتشوف الجدول عبد الله، أغلبية الفرق الموجودة تحاول تكون قريبة عند الكويت بحكم ان عندها مباراتين ذهاب وياب مع نادي الكويت، ما تبي الفارق يكون كبير، لان اعتقد اي فارق كبير اعتقد راح يكون يعني لصالح الكويت على بلا ريحية. لكن لو بتلاحظ اليوم كاظمة لو فاز على السالمية اليوم اعتقد الثلاثة اللي فوق راح يكونوا نوعا ما ابعد عن الرابع في ثلاث اربع نقط، يعني حتى بالنسبة حق المستويات الموجودة والطريقة الموجودة انا اعتقد الجدول انصف الفرق. يعني شوف الكويت والقادسية وكاظمة أنا أعتقد أعلى مستوى من الفرق الموجودة اللي هي السالمية والعربي وبرقان، أنا أعتقد أقل مستوى هنا، يعني حتى بالجدول بتشوف بالنقاط وبالمستوى أنا أعتقد الجدول أنصفه. أوكي، بس أعتقد النقطة الإيجابية أن الفرق تصعد مع نقاطها شيء زين. صحيح. يعني هذه إيجابية ما تعطي أنه والله باستثناء الفرق يمكن اللي خلاص ما حالف الحظ يمكن تكمل الدوري، لكن اللي صعدوا فوق شيء زين انك تصعد مع نقاطك، ما يكون في مثلا خلاص سلام.
سنوات سابقه يمكن علي احنا على ايامنا كان في نظام مر علينا ان الاول 4 نقاط 3 نقاط نقطتين ثانيه. لو بتطالع سبحان الله بالجدول هذا بالنقط هذا نفس الشيء ترى بتطالعها. فاعتقد كل نظام له مساوئ له ايجابيات، انا اعتقد ان النظام يعني نوعا ما جيد، لكن العدد كان لو كان اكبر 7 كان اعطى منافسه اكبر حق الفرق هذا. ذهاب واياب انا اعتقد انت تشكو من قله الوقت او انه عندك بطولات خارجيه وعندك هذا، كان بامكانك تخليه من دور واحد، لكن كان نظام انا اعتقد بالسته الكبار اعتقد المستوى راح يكون اعلى من النظام يعني دور الدوري اللي طالع. اوكي. الساميه وكاظمه يعني ايضا يبون يعني اليوم المباراه مهمه لان واحد منهم يبي الثالث ما يبي يكون بعيد. فراح تحدد الثالث بشكل كبير اليوم، فبالتالي الفريقين ايضا يطمحون للفوز علي. طبيعي عبد الله، انا بس قلت لك لو هي مو مهمه بالنقاط كان شفنا اليوم كاظمه والسالميه يلعبون بفريق 19 ممكن، لكن محتاجين نلاحظ كاظمه ولاحظ السالميه مشاركين بالفريق الاساسي. اتوقع ان المدرب طبيعي ما راح يريح المحترفين سواء محترفين نادي السالميه او محترفين نادي كاظمه. مباراه مهمه للفريقين عبد الله، مثل ما قلنا كاظمه او السالميه يبون يقربون للمتصدر الكويت او الثاني اللي هو نادي القادسيه. ايضا انا اتفق مع الكابتن عباس ان الكويت والقادسيه وكاظمه ليفل 1، السالميه والعربي وبرقان هم ليفل 2 في هذه السته الكبار. اوكي الان تفضل. شوف عبد الله، نظامنا هذا الحين بالسته الكبار الغالب وحسب الجدول من لديه صف ثاني هو من سيستمر. اللي عنده صف واحد وما عنده البديل ما راح يكمل بالنسبه حق هذا او يوصل الطموح اللي هو يبيه، لان نظام الدوري راح تلعب كلها مباريات قويه. حلو. ومحسوبه ويوم وترك تحتاج انك تسوي تدوير بالفريق، اذا كان ما عندك عناصر تدوير ما قاعد تسوي. يلا عطني من السته اللي فوق، من اللي عنده صف ثاني من وجهه نظرك ومن اللي ما عنده؟ هو الاكثريه الكويت وكاظمه. ترى كاظمه انا قلتها، كاظمه من فرق جدا قويه لكن لم تظهر قوتها من بدايه الدوري للحين. كاظمه مو كاظمه. هل انت الان هذا السؤال اللي هل انت بعد اخر جوله تقييمك للفرق بشكل عام، كاظمه قدم مستوى زين باستثناء مباراتها اللي يمكن بالسوبر مع الكويت، بعدها كان في هبوط لحد الان، هل كاظمه لحد الان قادر يرجع يعيد هذا الموضوع مع الكويت، يقدر يفوز على الكويت بالمستوى اللي ظهر فيه؟ عبد الله انا كلامي واضح، كاظمه عنده مصادر القوه الكثيره، عنده الخيارات الكثيره. لو انا او عبد الله حسين او علي مدن يستلم كاظمه مثلا كفكر كل فكر موجود عندك موجود كاظمه. لا كلامك واضح، كلامك واضح ان المدرب انت ما تتفق معه. لا واضح المدرب لم يظهر قوه كاظمه، ما طلع قوه كاظمه. كاظمه عنده الكثير، عنده يا عبد الله خط خلفي غير المحترفين، عندك الحيدري، عندك مشاري طه، عندك النجار القادم الجديد، عندك محمد مراد، عندك عدة عناصر بالدائرة، عندك رحمان الشميري، عندك الروضان بالأجنحة، عندك خيارات بالإضافة. مقادر يوظفهم صح يعني؟ لا ما لم يثر قوتهم. أنا أبي أشوف كاظمة قوته شلون يثر قوته؟ أنا أقول لك إياها خلال التكتيك لعب الدفاع الصحيح. أنت كل هذا وأنت حراستك عبد العزيز ظفيري نجم من نجوم منتخبنا، هذا آخر مباراة لعبها مع النصر كان غير مقنع، فاز 3 وعبد العزيز الظفيري مصدعك 23 كرة. كاظمه انت تلعب مع فريق وعبد العزيز الظفيري مسجل 23 كره وانت فايز ب3 معناها في خلل. انا اعتقد المدرب لم يخرج في مكاظمه. كاظمه عنده كثير، كاظمه عنده قوه، انا اعتقد لحد الان لم تخرج. اتمنى في المباريات القادمه او في دور السته يكون اكثر قوه كاظمه. اوكي خلني حق السالميه علي، تقييمك لفريق السالميه بعد اخر جوله، اليوم اخر مباراه عنده السالميه عبد الله. الاستفادة الكبيرة اللي استفادها من الدوري انه في بداية مباريات الدوري ما لعب مع الفرق الصعبة، لعب مع الفرق نوعا ما اللي مستواها تحت اللي تنافس على 6 بالضبط، يعني هذول كانوا لعب معاهم في نهاية الدوري، استطاع انه يحصل نقاط يضمن فيها انه هو موجود في الستة الكبار. بعدها لاحظنا عبد الله لعب مع الكويت في اول مباراة صعبة خسر فرق 14 جول، لعب بعدها مع القادسيه خسر مع السليبخات كان خسران لاخر شيء، بعدها رجع في المباراه اخر ثانيه بالضبط اخر ثانيه هدف بندر اللي سجل. فهذا يعطيك عبد الله انطباع ايضا نادي السالميه ما ظهر بالصوره
اللي احنا ممكن يعني كنا متوقعينها من نادي السالمية. نادي السالمية عنده عناصر لكن ما عنده البديل الناجح. انا بس السؤال واضح، هل اليوم سيستمر نادي الكويت بالسيطره على الدوري، او في فريق ممكن اليوم من خلال ما شفناه في الاسابيع 13 اللي طافت انه يوقف الكويت؟ في اجابتين لك. مقابلات الفرق مع بعض ممكن تسهل للكويت الدوري في حال خساره القادسيه او يعني النتائج الثانيه يستفيد منها الكويت او يفوز فيها بصعوبه. بالحالتين الكويت بطل الدوري. بالحالتين الكويت بطل الدوري. القادسيه علي بعد ما استلم سلافكو بدا الان يمكن رتم التصاعد، هل ممكن سلافكو بعد الفتره القادمه انه ممكن يعمل شيء، خاصه ان القادسيه فاز على الكويت في مصر؟ لا، القادسيه مفازوا على الكويت ما كان المدرب، كان المدرب اللي قبله. انا عارف اي صحيح، احنا شفنا القادسيه مع المدرب الجديد قاعد يتطور. انا اتكلم على القادسيه بعد ما مسك سلافكو بدا الفريق يعني فنيا يظهر بصوره افضل. استقرار فني يعني انت، انا اقول لك سؤالي لان مع زوران راي خسر من اليرموك، من اليرموك ومن التضامن خسران الجيم الاول، خسران من التضامن. انا اتكلم على الفتره هذه اللي قضاها مع زوران بالسابق، وين فاز على الكويت بس ما قدم مستوى، لذلك تم استبعاده من الاداره. عبد الله، احنا قاعد نشوفهم مع سلافكو في المدرب الجديد في المرحله يعني الجديده كانت مع المدرب عبد الله. القادسيه ظهر لكن مو بالصوره السريعه، يعني قاعد يسعد رتمه بطيء، كان نوعا ما في المباريات مو ثابت. مو ثابت ايضا عبد الله، نوعا ما عبد الله عندك انت الدكه بالقادسيه ما قاعد تستفيد من كل اللاعبين المتواجدين في الدكه، ايضا هذه تعطي افضليه للفرق اللي عندها دكه سواء نادي الكويت او نادي كاظم في المباريات في السته الكبار، راح تعطيهم افضليه على نادي القادسيه. كون القادسيه احنا قاعد نشوف تقريبا ثلاث لاعبين ممكن من ال16 قاعدين على الدكه، انت مو مستفيد منهم لا داخل الملعب بس كذي انك تكمله ال16 لاعب، فهذه ايضا تضر نادي القادسيه ما راح تفيده. زين ابو مشاري، كابتن عباس، خليني حق مباراه الساميه دايركت، تحضير المباراة مهم، تكلم عن الكابتن المونجي البناني وتكلم على انه مباراة مهمة بالنسبة لنا ونبي نبتدي المباراة. بعد ما شفنا كاظم والسالمية خلال الموسم، من الأقرب للفوز اليوم؟ بعد القراءات الأخيرة يعني. كاظم. أنا دائما أقول عمود الفقري اللي يكون إذا جيت عفوا، إذا جيت مثلا مقارنة بالمحترفين، تكلم عن محمد الفاد وأنور بن عبد الله مقابل السوسي ولا زار. أنور بن عبد الله وفراق يقدمون أكثر، هذا واحد. دائما احنا لما نتكلم في كره اليد نقول العنصر الاساسي للكره اليد لاي فريق شنو؟ الحارس. شوف الحراسه هنا، شوف الحراسه هنا. عزيز الضفيري في اخر مباراه تقدمها امانه قدام النصر مسجل حق 23 كره. لو بتطالع مع احترام يعني مش على الشطي لما كان بالجريكر يقدم اكثر من السبع السالميه. ليش؟ انا قاعد اقول لك لانه كان يلعب باستمراريه او يعني ثابت. في هذه اغلب المباريات كان ينزل لا حارس الثانية بعدين ينزل وراء سليمان الخمسان عندها. فأنا أعتقد لو بتطالع حتى سليمان الخمسان مقدم مستوى مميز صراحة الدوري. لا بس مو 23 سليمان الخمسان شال مع الغاتسية شال كور كثيرة. كم وصل تصدي؟ أعلى تصدي عنده. بس الولد مقدم أعلى تصدي وصل حق الثانية 14 تصدي. الولد مقدم مستوى زين وياك. أنا ما قلت لا، أنا قلت بس تقارنه بعزيز ضفير كمقارنة حراسة قارنة ما كان عزيز افضل. عزيز الضفير امانه ليفل اعلى عند عزيز، ليفل اعلى. انا حاكيك عن نسبه تصديات الساميه ما تقدر بس تصدي. عزيز وصل 23 تصدي. غير هذا البدائل الموجوده بكاظمه والاساسيين واكثر مثل ما تقول استقرار في نادي كاظمه بالمحترفين وباللاعبين موجود في كاظمه. بس انا قلت لك المدرب لم يخرج في شنو داخل كاظمه، وانا اعتقد لو بتطالع اقول كاظمه. اوكي. ايضا عبد الله، كون انور وفراد موجودين من السنه اللي طافت هذا هم تعطي افضليه، كون خلاص تعودوا على اللاعبين. حتى امانه شوف انا اتفق مع ابو مشاري، حتى فنيا اليوم مع احترامنا حق المحترفين اللي موجودين في السالميه اذا بتقارنهم في كاظم افضل حتى على مستوى عام. ما عملوا الفارق الكبير. نعم محمد سوسي في بعض المباريات سجل لكن ما عملوا فارق كبير مع الفريق يعني، فبالتالي كمقارنه يمكن الافضليه تروح لكاظم. احنا في انديه تظلم المحترفين عندنا
في انديه تضم محترفين، يجيب المحترف قطه الملعب، ما لك شغل بالموجود هنا، شيل المركب المحمي. شكرا كباتن. اذا مشاهدينا اول مباراتنا اليوم السالميه وكاظمه، السالميه ب 19 نقطه مع كاظمه صاحب ال 20 نقطه، راح تكون ان شاء الله بعد قليل مع الزميل عيسى عبد الردوس. مساء الخير، تفضل عبد. شكرا للكابتن عبد الله حسين وضيوفه بالاستديو، تحيه الكابتن عباس طه والكابتن علي المذن. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم من مجمع صلاه الشيخ سعد عبد الله الصباح طيب الله ثراء عيسى عبد القدوس، يحييكم عبر تلفزيون الكويت القناه الرياضيه، والتي تنقل لكم مباريات دوري كره اليد لموسم 2023-2024، وهذا الاسبوع الاخير 13 هذا اللقاء الذي يجمع بين نادي السالميه و كاظمه، لقاء ناري بين الفريقين. حكام هذا اللقاء محمد بويابس واحمد الجيماز، حكام الطاوله محمد اسد وفواز باغر، وحكام المراقبين هاني ابو الو امشاري رميح. لقاء ناري بين الفريقين، لان الحسبه اللي تكلم فيها اللي تكلموا فيها الاخوان في الاستديو التحليلي، حسبه يعني تغيير مراكز، لكن بحالة الفوز كل شيء تغير. السالمية إذا فاز راح يكون 21، راح يكون مع القادسية، ما عنده مشكلة من الثاني، لكن عنده مشكلة، المشكلة اللي ارتاح منها السالمية بحالة الفوز إنه راح يكون ب 21 نقطة، ما عنده مشكلة. القادسية طبعا عنده لعبة مع صليبي خات، هني بحالة فوز القادسية على صليبي خات راح يكون 23 نقطة، لكن السالمية يفكر في انه يجمع النقاط. ايضا كاظمه المركز 23 نقطه، يفكر انه يكون قريب ايضا مع القادسيه الى الكويت، مثل ما نشوف التنافس في الست فرق القادمه ان شاء الله، لكن اليوم الحسبه راح تبين ايضا حاله الفوز. برقان مثل ما ذكرنا، برقان والصليبي خات التنافس للوصول الى الستة الكبار، يقود بوزو الصربي مدرب نادي كاظمه، ويساعد ابو بكر صلاح واداره الفريق الدكتور مساعد فرع، هذا بوزو الصربي. اما السالميه التونسي المنجي البناني، ويسانده يعقوب المسوي مساعد مدرب، واداره الفريق محمود ال موسى، اسلام عز الدين هو اخصائي العلاج الطبيعي. مباراة مهمة، مباراة يعني تكلموا فيها الاخوان سواء كابتن عباس طه او علي المذن، حراسة المرمى، نعم حراسة مرمى، وركز عبد الله حسين على حارس مرمى السالمية سليمان الخمسان، نعم لكن هناك ايضا في حارس مرمى الظفيري موجود ايضا في حراسة المرمى، من حارس مرمى منتخبنا. بداية مع كاظمة والخبرة محمد جواد، راح أتكلم عن المحترفين، هذول التوانسة يعني من أفضل المحترفين في دورينا بصراحة، هو رقم 10 أنور بن عبد الله وهو محمد أفراد،
هذا عبد الرحمن الشمري، هذا انور، وهذا محمد فراد. وتبادل مراكز الامير ابراهيم الامير، يا سلام، ومحمد جواد والبلوك، برافو، بلوك بلوك قوي من المحترف درب السالمية محمد السوسي. نعم هذا محمد السوسي، راح اتكلم عن المحترفين ايضا السالمية، لكن حاليا احنا معكاد مع محمد فراد لاعب المنتخب التونسي، وايضا بن عبد الله لاعب منتخب تونس. لعب السلبي على كاظمه، خلاص يقول له دخول من المنطقه لكن ليس على انور، على لاعب الدائره. دشتي والخطوره، وني خطا بالتمرير، ومبارك اول هدف يسجله كاظمه، اول هدف يسجله كاظمه. ارد واكرر، مباراه مهمه بين الفريقين، جمع النقاط. هذا مبارك وتحدثوا الاخوان على مستوى الفريقين والتصاعد الفرق الثانيه مثل القادسيه. اما كاظمه فريق ما شاء الله متكامل، تبادل مراكز الحداد. هذا بندر الشمري، بندر لاعب السنتر، والتصويب بالبلوك محظوظ فيها، وترد له مره ثانيه وسجل. برافو 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 برافو، محظوظ فيها. لازار الصربي، لازار بيتروفيتش، شوف تصويب، حاول مبارك يخطفها، مبارك العنزي، لكن هدف التعادل. دفاع، شوف الدفاع ابعاد الخطوره. من هم الخطوره؟ هذا اللاعب محمد فراد لا يصوب من برا، وهذا لا يصوب من برا. شوف انا قاعد اتكلم، هذا لا يصوب من برا وهذا لا يصوب من برا، اثنيناتهم يا الخمسان خطرين. وهني بالجناح، ويا سلام، وبرافو برافو برافو من الجناح. ليه اللاعب المزعل هذا احمد المزعل، برافو احمد المزعل، هذا الضفيري حارس مرمى ايضا منتخبنا. 2-2 توها البداية، لكن حق منو النهاية؟ منو صاحب النقطتين او التعادل؟ وكل شيء جايز في كرة اليد. انور الى ابراهيم، لكن ابراهيم فوق، ابراهيم الامير، هذا ابراهيم الامير من الجناح. راح ينفذ محمد السوسي الخطير، هذا محمد السوسي التونسي، هذا السوسي خطير، محمد السوسي. تبادل مراكز، بندر راح يكون الضغط الى الجناح. لا هون لازار، بندر يا سلام الى الدائره، لامست ريلك حدد، خلاص لامست ريلك. علي الحداد، شو اللي حاصل؟ أرضية الملعب، سلامة اللاعبين شيء مهم. هذا الحكم الجماز، أبو يابس حكم، راح ينفذ محمد جواد، راح يكون الضغط والتصويب والاختراق. سلامات، دفاع قوي من الحداد. هني هل راح، خلينا نشوفها يا مخرجنا خالد الخراز، راح يعيدها للحكام محمد بويابس واحمد الجماس. شوفيني راح تشوفونها اكثر، يعني راح يرتاحون الحكام. لكن شو يقول الحكم؟ هل فيها دقيقتين؟ يعني وجهة نظري فيها دقيقتين، هذا اللي انا عارفه بالقانون.
ممكن عندي أنا قانوني أنا اللي أنا قاعد أشوفه ممكن تكون فيها دقيقتين، لكن القانون عند الحكم. شراح لاحظ شوف الشيء الحلو ان 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 في يعني الحكام نعم من حقهم يتخذون يروحون يشيكون علشان لا تصير المشاكل، لا تصير المشاكل. ممكن اخطاء وارده، اخطاء في بطوله اوروبا، في كاس العالم اخطاء، في اوروبا اخطاء، بكل مكان. لكن نشوف القرار، هل هو دقيقتين ام كرت احمر؟ اوه كرت احمر. والله انا كنت طيب معاك يا الحداد، انا يا علي الحداد كنت طيب معاك، كنت طيب معاك ويا ملعب. لا هذول اثنيناتهم لعبوا مع بعض على فكره، لان انور، وبرافو عليك يا الحداد، برافو يا علي الحداد. طبعا هو خساره لاعب في الدائره وفي الدفاع يحتاجه المنجي البناني. النقص العددي محمد جواد افراد فواز راح ينفذ، راح يكون الضغط، الضغط نعم الضغط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سبعة في رمية سبعة امتار الجزاء. نعم برافو يا انور بن عبد الله، مهارة الفردية. راح ينفذ ابراهيم الامير. خمس دقائق، خمس دقائق، اثنين اثنين، نزول حارس مرمى مشعل الشطي وابراهيم الامير، واثنيناتهم خبره، اثنيناتهم خبره. يا ترى الغائم، الغائم اللي وقف ضدك يا الامير، هذا محمد السوسي، هذا محمد السوسي وبندر الشمري. شوف الطريقه هذه، الطريق هذه يعني ضغط، لكن شوف من الدائرة حيدر دشتي، حيدر دشتي، حيدر دشتي أيضا. لاحظ راح يكون ضغط، نعم نعم، لكن صوبها وصاحي الضفيري، صاحي الضفيري، الضفيري عبد العزيز ضفيري صاحي يا بندر. محمد افراد عبد الله، محمد جواد الامير، وهالمره سجلها، هالمره قال لا، واحده راحت والثانيه، الثانيه تتسجل، وبحاله النقص السالميه باستعجال. هذا الامير لاحظ ضغط، برافو محمد جواد وابراهيم الامير بالمهاره الفرديه الرائعه بالتصويب يخترق النقص العددي من غير حارس مرمى، من غير حارس مرمى. السالمية يا ترى دفاع 6-0 يتقدم السوسي، هذا لازار السوسي للحين يعني ما بين، ما ظهر. ويا السلام على البلوك يا مبارك، يا سلام على مبارك. محمد افراد، محمد افراد بن عبد الله، في خطأ، في خطأ، في خطأ. اكتمل السالمية خلاص، اكتمل السالمية، سبع دقائق، ثلاثة كاظمة، اثنين السالمية، ما حمت المباراة للحين، ما حمت المباراة. محمد جواد، محمد افراد، يا سلام عليك يا محمد افراد، لاعب مميز محمد افراد. هذا اللاعب مثل ما قلت لك اثنيناتهم كانوا يلعبون بالسالمية، وللتصويب الضفيري، الضفير الضفيري، وتكلموا الاخوان وقالوا حراسة المرمى هني في دخول خاطئ، دخول خاطئ. الاستعجال يعني يسبب مشكلة لجميع يعني أندية ومنتخبات، مو بس فريق واحد، يعني فريق السالمية انه مستعجل، لا لا لا، الاستعجال يسبب بعض الأحيان فقدان الكرة، الاستعجال. شوف كاظمة يلعب بهدوء، فواز شوف بهدوء يطبق طريقة الضغط. لاحظ 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 لاحظ، نزل الكرة، نزل بالكرة، نعم نزل بالكرة، يعني
في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين دائما نقول دائما نقول ونكرر حق لاعبينا الناشئين والشباب مثل هذه اللعبات خلاص شوف شوف هني يعني هذا تسبب دقيقتين خلاص انت تأثر على فريقك تأثر على فريقك نزول علي عطية علي عطية رقم 8 من السالمية نقول له الحمد لله على السلامة علي عطية دقيقتين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك قالوها قالوها حراسة المرمى حراسة المرمى نعم نعم الظفيري الظفيري عبد العزيز ظفيري مثل ما السالمية عند الخمسان هنا الظفيري وهي البداية حراسة المرمى ويا سلام يا بندر ويا سلام عليك يا بندر الشمري بالمهارة الفردية يخترق دفاع كاظمة ويسجل شوف يا سلام عليك برافو يا بندر الهدف الثالث للسالمية أربعة كاظمة راح ندخل على الدقيقة 10 محمد جواد دائما احنا نتكلم عن البدلاء اللي موجودين بالبنش عندك بديل يؤدي نفس اللاعب اللي بالملعب لو يعني يقل عنه ما في مشكلة لكن لازم يؤدي داخل الملعب بنفس على الأقل المستوى أقل شوية شوفني الحيدري من اللاعبين اللي يصوبون النقص العددي ومن غير حارس مرمى كاظمة أي كرة يصطادها السالمية راح يكون مرمى فاضي محمد بيابس لاحظ اللعب السلبي إفراد هل الحيدري يخلصها هل الحيدري يخلصها يبي ياخذ الوقت يبي ياخذ الوقت نعم خلاص اكتمل اتوقع باقي 15 ثانية 15 ثانية سعد الحيدري ايضا في خطأ هنشوف كم تمريرة توقع خلاص راح يصوبها سعد حيدري راح يصوبها ايضا في خطأ في خطأ خلاص افراد ام الحيدري افراد ام الحيدري نشوف هذا لاعب الدائرة عبد الرحمن الشمري خلاص ايضا هني لازم انا في وجهة نظري في وجهة نظري وصل رسالة حق عبد يعني لازم هني يكون في قانون لازم هني يكون في قانون يعني خمس مرات ورافع ايده طيب هل لو 10 مرات تستمر يا سلام عليك يا من لكن خارج المرمى يعني كثرة الاخطاء في دقيقتين سلامات لي محمد السوسي محمد السوسي شوف هني محمد السوسي إبراهيم الأمير في دقيقتين شوف عشان يتأكدون مو غلط هذا خصائي العلاج إسلام عز الدين والمحترف محمد السوسي هو فيه يعني فيه هل يعني شوف هني هل راح ياخذ دقيقتين ام ياخذ كرت احمر انا ماني مسولف فيها توقع هناك كانت اوضح نعم هني هذا اللي صادق يا ابراهيم يا الامير اللي صادق اللي هناك يا ابراهيم الامير اللي صادق المصور اللي قاعد عكسك يا ابراهيم وخذيت كرت حمر عاد انت وياه بعدين قول له صدني فيها كرت حمر ايضا لاعب مهم ابراهيم الامير مثل ما هو مهم علي الحداد في السالمية سواء بالدفاع والهجوم ايضا ابراهيم الامير بالدفاع والهجوم النقص العددي 11 دقيقة خل عليه 4 هل يكون التعادل يبي يعني تلعب بالطريقة الصحيحة نعم الطريقة الصحيحة هذه الطريقة الصحيحة هذه كرة اليد يا البلوش نعم
هذه يعني اللعبة الصحيحة، الضغط. برافو لمحمد البلوشي كابتن السالمية. نعم مثل ما قلت، كرة اليد من الجناح للجناح، من الجناح للجناح، من غير حارس مرمى. التعادل، التعادل بين السالمية وكاظمة 4-4. محمد جواد بن عبد الله، محمد افراد، يا سلام عليك، لكن خارج المرمى والفاستر بك. شوف المرمى فاضي وسجل. الله الله الله، محظوظ يا الظفيري، يا سلام يا الظفيري، ايضا محظوظ فيه يعني نزولك ويد، خذيت الكره وسلمت الكره وطلعت مره ثانيه. لكن الخمسان الغير محظوظ، الخمسان سليمان حارس مرمى السالميه غير محظوظ، عدت كان كان السالمية تقدم بالنتيجة. محمد جواد، محمد افراد، بن عبد الله، محمد افراد، دفاع قوي، دفاع قوي، دفاع قوي من محمد السوسي، محمد السوسي، هذا افراد، محمد جواد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف شوف كيف يتحرك، هذا اللي احنا محتاجينه. يعني لاعبينا، شوف اللاعب المحترف كيف يتحرك، هني تحرك من غير كرة استفاد منها، وهو بالأساس يلعب جناح أيضا في المنتخب التونسي، يلعب جناح. السوسي اكتمل، كاظمة اكتمل، خلاص كاظمة اكتمل. شوف هني تحرك من غير كرة، تحرك من غير كرة. أنور بن عبد الله، بندر يا بندر، لعب سلبي، لعب السلبي، هل راح يصوبها محمد السوسي ام لازار؟ لازار، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا لازار، يا سلام. شو السرعه، شو السرعه، لاحظ سرعه. نعم هذه كره اليد، سنتر السريع، خلاص صارت لعبه سريعه. برافو، لكن الهدف الجميل اللي سجله لازار، هذا اللاعب وهذا بندر، ما ظهر محمد السوسي، ما ظهر هذا محمد السوسي، ما ظهر تصويباته، لكن واضح لازار، لازار اللي سجل هدفين، هذا لازار الصربي. محمد جواد، لاحظ في شغلة مهمة، في شغلة مهمة، ان الفريقين مستغرين، الفريقين مستغرين بالتشكيله، فقط الكرت الحمر هو اللي يا سلام يا سلام. سبع امتار لانك نازل، يقول له نازل، يقول له نازل. نعم الجيماز، شوف، نعم 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 نعم، يعني ما شاء الله نص جسمك نزل يا عبد الرحمن داخل الستة متر، لكن أتكلم عن استقرار الفريقين نفس التشكيلة. نعم أنور بن عبد الله، هل يكون لا هالمرة؟ يقول لك لا، هالمرة يا مشعل الشطي يقول لك أنور راح أسجلها، وكرة إبراهيم الأمير اللي بالغائم من أول رمية سبع أمتار، هالمرة سجل أنور بن عبد الله. ستة كاظمة، خمسة السالمية، عطية، بندر، محمد السوسي، بندر، يا سلام. شوف يعني أتوقع لو رايح هناك الكرة، يعني الضغط، أنا أتكلم على لازار، الضغط عنده لاعب المزعل هناك بإمكانه يوصل للكرة. لازار، يا سلام يا سلام، لكن في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، وفي دقيقتين على العطية، في دقيقتين على منو؟ على مبارك أم على، هنشوف هني، شوف في دقيقتين على مبارك، على مبارك، مبارك العنز رقم 77، رقم 77، رقم 77 مبارك. سلامات للازار، هذا
علي العطية سلامات أيضا شايف أنا محمد مفرح موجود الجناح شوف هني لازار ما راح يطلع ثلاث هجمات ليش لأنه في 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 قرار من الحكم دقيقتين هذا عطية والنقص العددي سالمية هل يستفيد من النقص العددي 15 دقيقة الشوط الأول هل يستفيد من الأجنحة اللي عنده أم لاعب الدائرة طريقة 4-2 هذه الكرة ثاني مرة وهدف برافو 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 ثاني كرة محمد السوسي يسجل برافو أول هدف لمحمد السوسي أول هدف لمحمد السوسي واختراق منطقة الوسط وهي الطريقة الصحيحة حاول يوصل الكرة نفس الكرة الأولى اللي وصلها لعلي لكن المرة يعني ردت للكرة وهو اللي سجل الهدف الأول غير حارس مرمى كاظم يلعب والمرمى مهيئ للسالمية بأنه يتقدم بالنتيجة محمد جواد في خطأ في خطأ في خطأ على فواز عبد الرحمن عبد الرحمن الشمري يتوقع شوف السالمية بهدوء بهدوء راح يكون هدف التقدم دقيقة 16 محمد السوسي بوزو الصربي مدرب كاظمة عنده أكثر من حل بندر 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 شوف الاستعجال هذا الاستعجال هذا الدائم اللي أنا أتكلم عنه مو اللي نادي السالمية ولا بندر لا لا أنا أخاطب اللاعبين الشباب والناشئين والمدربين شوف يعني كان بإمكانه يوصل الكرة لكن يا بندر الاستعجال الاستعجال ما استفاد السالمية من نقص العددي كان ممكن أن الضغط بين لاعبين نفس الأسلوب اللي طبقه ووصل الكرة إلى الجناح المزعل محمد فراد بن عبد الله يا ابن يا أنور نعم خطأ على أنور خطأ على أنور خطأ على أنور بن عبد الله ما استفاد السالمية من نقص العددي والأخطاء المتكررة من الفريقين حيدر دشتي في الباك شوف بندر لاعب سنتر نعم حيدر عنده الخطورة خط خلفي الحين خطير خط خلفي كله يصوب من خارج أمتار التسعة التركيز السالمية عنده الخطورة يعني خاصة من التصويب أنا أتكلم عن التصويب السوسي السوسي اوه هدف اليوم اليوم كله يعني اتوقع على هذا محمد السوسي لا هذاك غير هذاك اللي هو لازار اللي صاب لكن هذا محمد السوسي سلامات سلامات يا السوسي اتوقع من المسعودي 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 عبد العزيز المسعودي عبد العزيز المسعودي لعب مكان ابراهيم الامير شوف 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 في دفع في دفع في دفع شوف في دفع من المسعودي واحنا دائما نقول لا تدفع امسك ونزله معاك نزله معاك خاصه بالدفاع ثبت ايده خليك معه علشان لا تاخذ دقيقتين لكن هذه نعم فيها لا فيه دفع وتوصل ممكن الى الكرت الاحمر ما ادري بعد الحكام هني عاندون يعقلون دقيقتين لكن هذه وجهة نظري اتكلم عن وجهة نظري والقرار عند الحكام لكن سلامات لا سلامات شوف هني شوف نزول قوي بصراحة نزول قوي
هل فيها كرت حمر؟ دقيقتين. المسعودي دفع. دقيقتين. أصحاب القرار هم الحكام. نعم هم أصحاب القرار، هم اللي يعني يفقهون في القانون، هم أصحاب القرار. دقيقتين. دقيقتين على المسعودي، عبد العزيز المسعودي، السالمية. شوف نزول محمد البحر، نزول محمد البحر. محمد البحر لاعب سنتر، لاعب سنتر، لاعب مميز. الضغط بين اثنين، لاحظ الاستعجال كيف، اذا ما في تفاهم. السوسي، شوف سهلة سهلة. شوف قلت لك انا نزول لاعب سنتر، انا تكلمت. لو تعيدها يا مخرج الخراج، شوف السنتر هو اللي لعب الباصر، السنتر هو القيادة، السنتر لاعب السنتر هو القيادة. محمد البحر برافو، وصل الكرة الى احمد المزعل، قال له تفضل عندك مساحة كبيرة وسجل. طيب ليش ما العب انا بنفس الاسلوب، نفس الطريقة، اضغط بين اثنين، اوصل حق الاجنحة، لان راح تنفتح لي منطقة الوسط 100% راح تنفتح، منطقة الوسط راح تنفتح من غير حارس مرمى. وأول مرة يتقدم فيها السالمية عليك، يا سلام يا سلام، نازل أم 7 أمتار، أنا توقعت إنه راح يصفر. نعم نعم، ويعني ولو ما فيها شيء ممكن يصفر عليك إنك نازل. نازل يا عبد الرحمن، نازل. نعم نازل حكام، صحيين 7 أمتار، آخر 10 دقائق، آخر 10 دقائق من زمن الشوط الأول. هل يكون هدف التعادل من أوه أنور؟ يا أنور يا أنور، أنور بن عبد الله، لاعب رائع، لاعب يعني ما شاء الله نشط، لاعب مميز في دورينا، دور المحترفين، هو ومحمد فراد أيضا. بلوشي، لاحظ الطريقة، لاحظ الطريقة، لاحظ الطريقة، لكن التوصيل، 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 وفيها دقيقتين. لاحظ محمد البلوشي يعني لاعب خبرة. هذه الأخطاء اللي ما نتمناها، هذه الأخطاء ما نتمناها، شوفها في دورينا، هذه الأخطاء أبد ما نتمناها، حتى لاعبين الناشئين والشباب ما يشوفون مثل هذه الأخطاء. دقيقتين، دقيقتين، كان السالمية يعني حيدر دشتي يوصل الكرة سهلة محمد بلوشي، لكن كاظمة، هل يعود كاظمة بالنتيجة؟ كاظمة راح يكتمل. محمد جواد فواز، يعني عندك لاعب مثل فو، هذا الحيدري، هذا الحيدري، حيدري محمد فراد. شوف يبون يوصلوا الكرة حق أنور بن عبد الله، واضحة يبون يوصلوا الكرة حق أنور بن. يا سلام يا سلام يا سلام، بهدوء 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 يا عبد الرحمن، بهدوء يا عبد الرحمن. وهذا سليمان خمسان، هذا عبد الرحمن الشمري لاعب منتخبنا، برافو. كرة استعراضية جميلة، لاحظ، برافو. يعود كاظمة بالنتيجة، فارق هدف، فارق هدف، 8 كاظمة، 7 السالمية. العطية، محمد السوسي، قلت لكم محمد السوسي حاضر كأنه غايب داخل الملعب، سجل هدف، وهني حاول يوصل الكرة إلى الجناح المزعل، راح تكون من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف أنت سجلت، ما عندي وقت أحسب كم ثانية، سجل على طول هدف محمد السوسي. شوف سجل محمد السوسي من 10 متر، من 10 متر يطلق قذيفة، وقلت لك هذا اللاعب عنده إمكانية كبيرة بالتصويب. وهذا ثاني هدف، هذا ثاني هدف له. نزول أيضا بولند، علي بولند بالجناح الأيسر، حيدر والبحر، محمد البحر
الاستعجال بالتصويب والبلوك الرائع من مبارك وعبد الرحمن، مبارك العنزي وعبد الرحمن الشمري، محمد افراد، انور، محمد افراد. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني توصيل كره من لاعبين نادي كاظمه الى الجناح الخطير فواز المشاري. نعم شوف محمد افراد يوصل كره لفواز، واول هدف لفواز وفي وقت مستقطع من مدرب السالميه. خلونا نرتاح مع هذا الوقت المستقطع. الوقت مستقطع، يطلبوا مدرب السالميه المنجي البناني. طبعا بعد هذا اللقاء هناك لقاء بين القادسيه وصربيخات بصوت زميلي معلق محمد الشكري، لقاء ايضا مهم، لقاء للبقاء مثل ما يقولون. القادسيه يبي يعني يكون فارق نقطه عن الكويت، ما يبي يبتعد. صربيخات يبي الفوز، يبي يامن ايضا وصوله الى الدرجه الى دوري الكبار. برقان عنده لعب امام العربي باكر، يعني حسبه بين الفريقين. البحر عوده محمد السوسي، مزعل لازار، محمد السوسي تصويب ما فيها شيء ما فيها شيء. شوف بن عبد الله، انور 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 لمحمد افراد، محمد افراد الى فواز، خلاص يهدي. شوف كاظمه واضح واضح، كاظمه بكل كره يطلع فاست بريك جماعي، بكل كره بكل كره، سواء لما يتسجل عليه هدف او لما الظفيري يوصل حق اي لاعب على طول يضغط، لانه عارف ان السالميه عنده تبديل. واستغل كاظمه الكرات السريعه بتسجيل 3 اهداف، هذا دليل ان كاظمه هو الافضل في استغلال هذه الفرصه. والسلام القائم لكن محظوظ محظوظ يا محمد افراد، قلت لك لاعب مميز محمد افراد التونسي، لاعب مميز على الثبات. محمد جواد، طبعا انا ايضا انا كمعلق انا منتظر بانتظار لاعب من لاعبين نادي يا سلام محمد افراد محمد افراد محمد افراد 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 التونسي. شوف محمد افراد لاعب مميز، برافو يا محمد، يسجل هدف رقم 11، يعني فارق 3 اهداف، فارق 3 اهداف، 11 كاظمه 8 السالميه. ايضا اتكلم عن لاعب في كاظمه موجود، لكن شوف هذه الهجمه الى الجناح، شوف الاخطاء، شوف لاحظ الاخطاء، لكن لامست، يقول لامست، يقول لامست. ها هنشوف هل لامست ريل هذا البحر، هذا بولند، لكن نشوف هناك شو اللي حاصل. خلاص القرار اتخذ، يقول لا، يعني انتظار. ايضا عبد العزيز، عبد العزيز النجار، عبد العزيز النجار، هذا خلوا الاسم في بالكم، خلوا الاسم لا تنسونه. عبد العزيز نجار رقم 6 طبعا نادي كاظمه، لاعب منتخبنا، كابتن منتخبنا للشباب اللي حصلوا على المركز الثاني، لاعب سنتر، لاعب سنتر، لاعب مميز، نتمنى له ان شاء الله ان نشوفه مستقبلا كنجم كبير لاسم دولة الحبيبة الكويت. يقود المنتخب بن عبد الله، والتصويب تصويب من خارج 9 متر، وهذا مشعل اللي يغلص السالمية الفارق. أو يا سلام، محظوظ 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 فيها أنت يا حيدر،
محظوظ حيدر. شوف شوف حيدر دشتي يصوب لكن ما قدر يمسكها الظفيري هذا بوزو الصربي طلب وقت مستقطع. هذا الدكتور مساعد مفرح إدارة الفريق هذا أول هدف في المباراة. تكلمنا كرة اليد أصبحت يعني خلاص سريعة، السلاح هو الفاست بريك وحراسة المرمى. لا تنسى حارس مرمى، عندك حارس مرمى خلف المدافعين هني، وأيضا الفاست بريك السرعة يعني تأخذ المباراة تأخذها، عندك حارس مرمى خلفك ويصاد لكرات كثيرة وتطلع الفاست بريك. مثل ما شفنا كاظمة استقل تباطؤ لاعبين السالمية بالعودة، يعني أكثر من 4 أهداف بالسرعة خاصة عن طريق أنور بن عبد الله. وانتهى الوقت اللي طلبه، وقت المستقطع اللي طلبه الكابتن بوزو الصربي، لكن ايش راح ينفذ؟ هنشوف طريقة 5-1 البحر. شوف طريقة 5-1، طريقة 4-2، طريقة 4-2 محمد جواد خذاها. نعم خذاها، لكن هل تسجلها؟ سجلها. نعم، برافو يا محمد يا السوسي. يعني خطف له كرة من محمد فراد وعلى طول يسجل هدف العاشر. برافو للسالمية. طلب وقت المستقطع أكيد له تكتيك، يعني في كلام عند المدرب، لكن السوسي كان بالمرصاد. هذا الروضان لاعب دائرة، الروضان بن عبد الله، يا سلام ويا سلام يا سلام. الغائم ثلاث كرات بالغائم، لعبة سريعة. برافو السوسي إلى العطي، لكن وين؟ يعني هذا اللاعب أحمد المزعل يسجل الصعب والسهل، وهنا في دخول خاطئ. سريعة لعبة سريعة. شوف الاستعجال في وقت، يعني أنا توقعت إن تكون آخر 5 ثواني 7 ثواني 8 ثواني. هذا الشيء اللي ما نتمناه في ملعبنا صراحة، ما نتمنى نشوف مثل هذه الأخطاء، لأن أنتوا خلاص دوري، عندكم دوري محترفين، لاعبين محترفين، وأيضا دورينا يعني في دول خليجية ودول عربية قاعد تشاهد مثل هذه الأخطاء، ما نتمناها صراحة، يعني أخطاء بسيطة من الفريقين. محمد جواد، أنور، ثاني كرة من أنور، وبولند. شو اللي حاصل؟ هل لازم تلعب من مكانه؟ هذا البحر شو يقول؟ شوف هني، الخطأ هناك من البداية، يقول لعبها من مكانها، تتوقع لعبها من مكانها، هي ما فيها شيء. نعم هني ما فيها شيء، لكن هني شوف يقول لعبها من مكانها، لعب الكرة من مكانها. يعني فريقين واصلين إلى دوري الكبار مثل هذه الأخطاء. شوف هو الخطأ هناك. نعم الخطأ كان هناك. آخر 2.5 دقيقة، عطية، البحر، السوسي، استعجال والتصويب من محمد البحر. في خطأ، يعني إصرار لاعبين السالمية، الاختراق بالوسط، اختراق، لكن عنده أجنحة قاعد تسجل،
وعنده هذا التصويب من خارج يعني انت قادر تسجل من خارج التسعة متر. برافو برافو لمحمد السوسي. لاحظ لاحظ السرعة ما يخلي السالمية يفكر، ما يخلي السالمية يفكر. يا الروضان هدف هدف. برافو برافو للروضان. وني سرعة السرعة. برافو ثاني كرة. اوه يا بولند اوه يا بولند. علي بولند يضيع كرة من الجناح، يضيع كرة من الجناح علي بولند. شوف لاحظ يعني شيء غريب وعجيب، شوط عجيب وغريب، شوط في أخطاء، شوط غير ممكن. يعني خل نشوفه بالإعادة يا علي. لا 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 يا علي، يعني ماني عارف ليش، يعني شنو السبب. لاحظ هذه ممكن توصل كرت أحمر، ما لها معنى نهائي، ما لها معنى نهائي. يعني شيء غريب يا بولد، شيء غريب يا علي. انت لاعب يعني للحين لاعب شاب، لاعب وياما تكلمنا عنك بالجناح، لكن مثل هالحركة تاخذ فيها كرت حمر. يعني الجميع مستغرب اكيد. شوف هني طبعا من حقه ايضا انور يزيدها شوية، ليش لا، يبي كرت حمر. لاعب عنده خبرة أنور بن عبد الله، لكن في ضرب، نعم في ضرب، في ضرب غير مبرر يعني ماني عارف. دقيقتين عطى دقيقتين، يعني السالمية السالمية يا بولند يه من فارق ثلاثة إلى فارق هدف، مو ناقص خلاص. أنت ما راح تدخل لأن الشوط الأول راح ينتهي. غير مقبول. محمد جواد، محمد افراد، محمد جواد، يا سلام الى الجناح الى فواز، يا سلام يا سلام يا سلام عليك. برافو برافو لكاظمة، برافو لكاظمة، برافو لكاظمة. لاحظ محمد جواد القيادة الى فواز، برافو فواز المشاري، ويسجل هدف رقم 13 كاظمة، 11 السالمية. زول محمد البلوشي خلاص آخر نص دقيقة. يا ترى هل السالمية يخلص الفارق إلى هدف؟ السوسي البحر في خطأ في خطأ في خطأ. هل لازار ينهيها أم يفاجئهم محمد البحر؟ نشوف. بس هدف. برافو لازار لازار، برافو برافو لازار 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 لازار. الصربي ينهي الشوط الأول فارق هدف لصالح طبعا كاظمة، 13 كاظمة 12 السالمية. أعزائي المشاهدين خلينا ننتقل لزميلي عبد الله حسين وضيوفه في الاستديو التحليلي الكابتن عباس طه والكابتن علم الذن. تفضل كابتن عباس، تفضل كابتن عبد الله حسين.
شكرا للزميل عيسى الغدوس. اذا الشوط الاول بفارق هدف كاظم 13 السالميه 12، شوط متكافئ الى حد ما. ويمكن في البدايه تقدم كاظم، بعدها عاد السالميه وتعادل. عموما عندنا اكثر من لقطه بشكل سريع بناخذها كباتن كابتن عباس كابتن علي، وابي تعليقكم عليها لان عندي اكثر من لقطه ما نبي نطول فيها. ناخذ اول لقطه طرد علي الحداد. هذه اللقطه كابتن كابتن عباس رايك فيها؟ احمر احمر، الحكم خذها احمر. علي احمر ليش؟ استخدم كوعه عبد الله. اذا واضحه، نشوف الحين اخر لقطه. علي دخل بالكوع بشكل واضح، يعني تدخل قوي، وبالتالي قرار الحكام بالكرت الاحمر. حتى اللاعب متغبل وهو طالع. ايه انزين، هذه اللقطه الاولى. ناخذ اللقطه الثانيه. رجاء الصوت يا شباب، الصوت البصيري. اللقطه الثانيه شباب، هذه الثانيه كابتن. هني ابراهيم الامير اخذ عليها الكرت الاحمر. انا اعتقد حتى الجهاز الفني يعني لازم ينبه على لاعبينا ان الحين في فار، هذه احمر. وانت اصلا حتى الامير ليش طالع لهني؟ ليش شايل بالاندفاع؟ هذا ما له داعي، بس هي تستحق احمر بدام القانون يقول لك على الوجه فتستحق احمر. اوكي علي احمر. احمر هني بالضبط، ايضا حكام اخذوا الكرت الاحمر على ابراهيم الامير. انا اقصد يعني في بعض الكرات ما تستحق انك تدافع بشكل قوي لانها ما هي خطره، لانها في نص الملعب، فبالتالي خسر ابراهيم نمير وراح نتكلم على خسارته. هذه اللقطه عيدها تركي مالك امر، شوف التدخل هنا من مبارك كابتن عباس كابتن علي. انا عبد الله انا اشوف فيها ضرب على الوجه، لكن انه مو بالكف، يعني هي صارت بالساق، بس انا اشوف انها احمر ما تروح. وجهه نظري احمر مو دقيقتين. عباس كابتن مشاري، هذه احمر اكثر ما تلمير اكثر، ان الكره تحت ومبارك فوق. مبارك دائما حماسي، انا اعرف مبارك واندفاعي وقوته بالدفاع خلاص، وليد نازله يعني على الوجه. أيه. احمر عبد الله احمر هذه. اوكي هذه اخر شيء اخذته. شوف كذا شوف. لا لازم الاجهزه الفنيه. أوكي. الموجوده يعني من خلال العمل في التمرين لازم التنبيه على الشغلات هذه انه ما له داعي. خسر الفريق اللي تخسر الفريق خلاص. الحين في فار يروح يشوفها مره ومرتين وثلاثه، فهاي ترجع لثقافه حتى لاعب. اوكي بعد اللقطه ترك اللقطه اللي هي الثانيه، هذه لقطه المسعودي اللي فيها دفع كان على سوسي او على إيه؟ على السوسي اخذ عليها اللي هو طبعا دقيقتين. لا دقيقتين هو زادها شويه السوسي. علي دقيقتين هذا قرار صحيح. اذا اوكي قرار صحيح الحكام، دفع كان واضح وتاشير باقي. اللقطه الاخيره اللي هو رجوع علي بولند هني والتحامه مع انور بن عبد الله، علقت عليها تحت الهواء ما لها داعي. أيه. وليش وش حقه وش تبي؟ انا ناجرتك انا ناجرتك عليها. لا دقيقتين انا قلت ما فيها شيء انت قلت لا فيها، لان عبد الله شوف الكره وين. أيه. شوفوا الدفاع وين واضح، بس دقيقتين يعني ما ترتقي حق الاحمر يعني. علي انا عبد الله هم ما اشوف انه يعني تروح له دقيقتين، بس انه ممكن اندفاع بولند بقوه لانه الهجمه اللي قبلها الحكم ما صفر له وكانوا معصب وهو طايح عند مرمى كاظم ومعصب، فواضح انه بالسبرنت هو جاي من دفع يبي يلتحم مع شو عبد الله علي. أوكي. لو انه سبرنت وهم رادين فالسبريك مع بعض اقول لك صحيح هذه فيها دزها، لكن اللاعب ثابت وانت جاي متاخر واضحه فاندفاعك ما له داعي عليه. اوكي فاول عادي انا عادي. هي ما قلت عادي دقيقتين بدون دقيقتين؟ لا دقيقتين. اوكي دقيقتين عادي. عموما نروح مع الكبير ابو حسين دقيقتين. بس امانه الشوط كقرارات وهذا الحكام صحيح. الحكام ممتازين جزاهم الله خير. انا ممكن بس ترجع لفكر اللاعب. اوكي الحين بني على هالامور. أيه. اللي ما كانت تحتاج انك تاخذ فيها صحيح. امور وكروت حمراء والفريق محتاج، يعني في اكثر من حاله دفاع سواء بنص الملعب او كره ما لها داعي. محمد بلوشي وهو شايت صفر الحكم قطها يعني هذه على بولند قطها برا وخذ دقيقتين. لا على بولند هذه انا في كرات يعني ما تستحق انك تضيعها وتخسر فريقك وكره ما لها داعي. عبد الله انا بولند التمس العذر، شاب صغير هذا من دفع وهذا ما اعطى فاول، قالها ابو احمد ما اعطى فاول بالهجوم وحاول هو بندفاع ان هذا غير. لكن في لحظه مثل الامير انت لاعب خبر لاعب كبير، الاندفاع اللي طلعت فيه ودقيقتين ما يصير،
مبارك دقيقتين انت قوه نادي كاظمه. كره قاعد اقول لك الحداد كره محمد البلوشي اللي شاتها ايه؟ وطال خط بعد الصفاره وقطها بعد الصفاره. ومحمد البلوشي من لاعب الخبره يعني مو معتبر لاعب يعني احنا 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 هذه يعني اساس اللاعبين ان تكون لهم يعني عبره بالمباراه القادمه. لا تخسر فريق في كره ما تستاهل انك تضيع. زين خلينا ندخل في المباراه بشكل سريع كبات لان عندنا وايد نقاط. عبد العزيز الغفيري كالعاده تالق الشوط الاول ويمكن حتى تصدياته كان لها دور كبير على الاقل في الحفاظ على النتيجه اللي انتهت بفارق واحد. ومجمل الشوط بشكل عام زين مباراه سيئه من كل شيء. كله ما عاجبك؟ لا انت قول لي هذه مباراه من فريق ينافس على الاول يا ولي بالثاني بالثالث انت قول لي اخطاء فنيه كم خطا فني عليه؟ وايد وايد سبعه 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 سبعه. الفكر او التكتيك الهجومي او الهجومي شنو كان فيه؟ اطمر انور بن عبد الله واطمر افراد خلصنا منهم الله يسوسي لازار باك باك ما كل التكتيك او الفكر الفني اللي انت وانت قاعد هني يعني انا اقول كها كل الشكر لكم امانه لك عبد الله وتوزل كوكت على الاقل الشامبيون ليج الاوروبي امانه شنو المتعه؟ يعني انت قاعد انت مستمتع كجمهور مستمتع كمحلل مستمتع كل مستمتع لكن مباراة نفس هذه احنا نقول في تزيل الكويت تعكس واقعنا في كرة اليد حق اول ثاني ثالث زين ارجع اول ثاني ثالث هم المنافسين أوكي. هذا مستوى زين. مستوى اما امانة شوط سيء لكن رغم سوءه اللي خلى اكثر شيء يفوز كاظمه وعزيز الظفيري ايش قلت لك انا قبل المباراة مع النصر قلت لك كاظمه سيء واللي فوز عزيز الظفيري شوط نفس الشيء كاظمه أسوأ من السيء واللي قاعد يفرق معاه عزيز الظفيري علي يعني مجمل الشوط بتتكلم على اخطاء فنيه انت يمكن سبع اخطاء كانت واضحه بالنسبه خاصه يمكن في بعض الكرات اللي تمرير خاطئ اربع خطوات من ستة كرات ضايعه فامور كثيره يمكن اثرت على المباراه بشكل عبد الله لما يعني يكون تكون الاخطاء الهجوميه من اللاعبين الخبره هذه المشكلة يعني أنور بن عبد الله مرتين أربع خطوات السوسي باص خطأ لازار إفراد نفس الشيء فهذه تعطيك انطباع عبد الله يعني أنا تكلمت إن لو هي النقاط مو مهمة كان مباراة تحصيل حاصل واللي شفته أنا بالشوط الأول كان هالمباراة تحصيل حاصل عبد الله مو إن الفريقين يبون يفوزون عشان يأخذون النقطتين تصويب عبد الله طايش من اللاعبين من الفريقين من المحترفين أيضا عبد الله يعني ثمان تصويبات بالشوط الاول لكاظمه ضايعه يا جماعه ماكو شيء زين يعني بالمباراه يعني لا اقوله ماكو شيء زين لحظه الحكام لحظه انتوا عطني انا اقول لك الحكام اليوم زين التحكيم صح ابو احمد يا ابو احمد التحكيم والله عبد الله عطني يعني. شغله ثانيه بالفريقين انت مو تقوم مستغرب غير الحكام شيء زين فني ولا فكر محترف ولا اداء ما في ايضا عبد الله ترى في اخطاء من المدربين بعد يعني انا الخمسان لين الدقيقه 23 هو مو متصدي ولا كره شلون انا قاعد مدرب لين الدقيقه 23 لا قاعد الحارس قصدي كحارس يعني انا كمدرب 10 دقائق ربع ساعه هو مو بالفورمه اسحبه عبد الله والمصيبه ان السالميه خلص الشوط الاول ما عنده ولا تصدي للحراس انا اول مره تمر علي بشوط كامل ما في ولا تصدي للحراس وفوق كل هذا عبد الله يعطيك انطباع ان كاظمه ايضا سيء المباراه خالصه فرقوه الشوط الاول منتهي فرق جول لكاظمه هذا يعطيك ان كاظمه سيء سالميه سيء دفاعا هني سيء ودفاعا هني سيء أوكي. حراسه نوعا ما عزيز الظفيري عنده اربع تصديات لكن كانوا في وقت مهم لنادي كاظمه عكس عكس نادي سالميه في الحراسه انزين طرد ابراهيم الامير هل راح ياثر على كاظمه؟ أثر على كاظمة بحكم أن الأمير يلعب دفاع وهجوم ويعطي المدرب خيارات أنه يلعب مثلاً بخمسة واحد يقدر يلعب ثاني ويلعب مهاجم بالهجوم أنزل. مؤثر أوكي أتناقش معك قبل الهواء لاحظنا حتى الخطة اللي طبقها كاظمة ما فيها فاعلية لأن اللاعبين بعاد عن 9 متر صحيح. يعني أنت اليوم أي خطة كلنا لاعبين كلكم لاعبين تعرفون إذا ما كان في مواجهة للدفاع أما بتلعب باص من برا التسعة بيخليك الدفاع بيطالعك ما في أي فاعلية ولا خطورة يعني فأي خطة تطبقها وأنت بعيد عن اللاعبين شوف الخطة لازم يكون مضمونها أنك توصل أي لاعب من الجناح أو من الدار لستة متر أما مسألة أن تقول لي خطة نسوي باك باك حق أفراد ويشوت هذه مهارة لاعب لما أسوي باك باك حق أنور بن عبد الله وأنور بن عبد الله يشوت من 10 متر هذه مهارة لاعب وليس تكتيك ولا خطة معينة أمانة أنا أعتقد قلتها أنا قبل أن نبدأ الاستديو وقلت لك عبد الله أنا لاحظت بكاظمة أن يطغى عليه اللعب الفردي ومن خلال اللعب الفردي أنور بن عبد الله أخطأ
يسوي اربع خطوات، انا وابن عبدالله يسوي اربع خطوات، لان لعب فردي. شنو قلت لك اخر جمله؟ قلت لي بنطلع بنروح، قلت لك انت ما يصير تجيب المحترف بتقطه الملعب وتقول يسوي كل شيء، هذا خطا. لان ابن عبدالله لو لاقي التكتيك المعين ويروح مرتاح على الجول من سته ولا هذا، تعتقد راح يلعب بهالطريقه هذه؟ ما راح يلعب بالطريقه هذه. افراد محمد، لو انه في تكتيك معين وطريقه معينه. هو اسمه افراد ولا افراد؟ افراد. افراد ليش نسميه افراد؟ اصلا هو اسمه محمد الرضا واخر شيء افراد. بس احنا مشت على افراد. فانا اعتقد التكتيك الموجود بالنسبه حق المدربين الاثنين مو قاعد يخدم الفريق. يعني انت بالنسبه حق سالميه عندك خيارات لجحها اكثر من سجل مزعل، وعبلوشي كره واحده سجلها. اوكي علي بسرعه باختصار، لان بيلعبون مختصر الشوط الثاني والسيناريو من وجهه نظر عبد الله. اذا المدربين صححوا من اخطائهم راح نشوف شوط جميل. وايضا للحين انا اقول عبد الله الافضليه اللي تكون راح تكون لنادي كاظم على نادي السالميه. اوكي كابتن عباس، من يطبق التكتيك الجماعي واللعب الجماعي في الشوط الثاني ويستغل الاجنحه والدائره هو سيفوز. ومن سيطبق الكامل ان شاء الله؟ كاظمه. لا ما راح يطبق، راح يفوز بموت عزيز. اوكي شكرا. كباتن إذن مشاهدينا مرة أخرى نعود للزميل عيسى عبد القدوس ومجراة الشوط الثاني مباراة كاظمة والسالمية، اللي انتهى الشوط الأول بتقدم كاظمة بفارق هدف 13-12. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميلي عبد الله حسين وعباس طاهر، الكابتن عباس طاهر والكابتن علي المذن. شوط ثاني بين السالمية وكاظمة، انتهى الشوط الاول 13-12 لصالح كاظمة. مثل ما قلت لقاء مهم بين الفريقين، من هو صاحب النقطتين؟ ممكن يكون نقطة نقطة. وهذه البداية، لازار الى الجناح، محمد بلوشي ما اخذها. شوف الاخطاء، دائما الاخطاء تولد الخساره، الاخطاء تجيب الخساره، الاخطاء تجيب الخساره. في خطا، في خطا، في خطا بالتحجيز اتوقع على مبارك، على مبارك. شوف الكره الاولى السالميه، محمد البلوشي لو مسجلها، يعني هذه كلها حسبه على فكره احصائيه، هذه كلها احصائيه تسجل. كم كره اضاع بالهجوم وكم كرة دخلت عليك بالدفاع بخطأ دفاعي، هذه كلها تحسب عليك. لكن يعني بالأخير ينظلم فيها حارس المرمى اللي تعب ويتصدى الكرات وانت تهدر الفرص السهلة. تصويب من التونسي محمد سوسي، لكن صاحي الظفير، صاحي أنور. يا الله الله يا حراسة المرمى، الله يا حراسة المرمى. وني ياخذها السوسي البلوشي، والسوسي السوسي محاولة اختراق، لكن في خطأ، في دخول خاطئ. الاستعجال 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 وكثرة الأخطاء. وني على طول على طول محمد إفراد، يعني السالمية بإمكانه يسجل هدفين. وني السرعة على طول، وبندر وفي دف بندر بندر بندر. السرعة السرعة، نعم السرعة مهمة. وفي دقيقتين على مبارك العنزي، واتوقع ثاني دقيقتين. شوف دائما احنا نكرر ونقول اللاعب اذا عدى صرت على يعني ما صرت انت قدامه خلاص تركب جنب، لا لا تاخذ لك دقيقتين على طول. 14 كاظمة 13 سالمية، دقيقتين نزول. مشاري عباس طاهة، هذا مشاري طبعا والد الكابتن عباس طاهة اللي بالستوديو التحليلي معانا متواجد. هذا الخطير التونسي، ايضا مشاري عنده المهارة الفردية، عنده المهارة الفردية لكن ما عنده
يعني توصيل الكرة هو الخاطئ، لكن عنده امتاز مهارة فرد المرمى فاضي وهدف. شوف هذه أول كرة، أنا عندي المهارة الفردية بإمكاني أني أهرب من الرقابة، بإمكاني صعب. مشاري عنده المهارة الفردية وعنده التصويب، لكن تمرير الخاطئ من مشاري، تمرير الخاطئ والتعادل العادل. برافو للسالمية، استغل النقص العددي بهدفين. النقص العددي في نادي كاظمة سجل هدفين السالمية عن طريق نفس اللاعب بندر الشمري، أنور محمد إفراد، طريقة 4-2 على الدائرة. هذا مشاري، لاحظ قلت لك عنده المهارة الفردية، لكن في خطأ، في خطأ، في خطأ. في خطأ لصالح كاظمة. الروضان، يا سلام، وصل الكرة لكن ما استلمها بالطريقة الصحيحة، ما استلمها بالطريقة الصحيحة. فواز، الكرة سريعة إلى الدائرة، المرمى فاضي، هو بالأساس المرمى فاضي. يتقدم 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 السالمية، بداية مستعجلة من لاعبين نادي كاظمة، يعني صارت ربكة بسبب النقص العددي. نعم صارت ربكة. صارت ربكة في هجوم نادي كاظمة بسبب النقص العددي. ما زال كاظمة، الحين اكتمل كاظمة، خلاص اكتمل. طريقة دفاعية 3-2-1، شوف الدفاعية المتقدمة، هاي الدفاع، يعني الدفاع هذا خطر جدا، هذا الدفاع خطر جدا، لكن برافو برافو لدش، هذا الدفاع خطر جدا إذا لعب كاظمة طريقة 4-2. إذا نزل لاعب ثاني على الدائرة، هذا فواز مشاري، لاحظ الرضان، فهد، عب مشاري، دفاع قوي. برافو للسالمية، برافو لدفاع السالمية. اللعب السلبي إلى الدائرة، في خطأ، في خطأ، إصرار لاعبين كاظمة، توصيل كرة اللاعب الدائرة، وقع التصويب من الخارج المرمى. شوف دفاع قوي، ثالث كرة، ثالث كرة، إصرار مشاري بالتصويب. محمد إفراد، محمد إفراد، محمد إفراد، محمد إفراد، محمد إفراد، إنهي، أنهى المشكلة، خلاص أنهى القضية، أنهى السالفة، أنهى هذه الفاولات المتكررة. محمد إفراد، برافو يا محمد إفراد، يعني يا يكون عندك محترف صح يا ما له داعي بصراحة، يا يكون عندك لاعب محترف يعني يعطيك دفعة معنوية قوية، يعطيك يساعدك، يساندك، خفف الضغط اللي عليك. لاحظ يعني محمد السوسي خفف الضغط على منو؟ على لازار، صار يسجل. نعم محمد السوسي هو من أسباب التعادل والتقدم السالمية، هذا اللاعب التونسي بالغائم بالغائم بالغائم. في خطأ، في خطأ، في خطأ، شوف بالغائم ما شاء الله على التصويب، بالغائم وترد، لكن في خطأ لصالح السالمية. هذا علي عطية البلوشي، ما فيها شيء. بندر، بندر إلى السوسي، وهني خط ياسر، يعني لامس، يقول له انت دخلت المنطقة وطلعت مرة الثانية. وهذا محمد إفراد، محمد إفراد وحراس مرمى، الخمسان الخمسان، حارس المرمى. لا هذا مشعل، 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 مشعل الشطي، برافو. قلت لك حراس مرمى مثل ما متواجد عبد العزيز ظفيري، نقول سلامة طبعا، تركي الخالدي غير موجود. حارس مرمى كبير تركي الخالدي. التعادل العادل 15-15. أخطاء كثيرة، نعم أخطاء كثيرة من الفريقين، وما نتمناها طبعا. هذا السوسي، في خطأ، في خطأ، في خطأ لصالح السالمية. حكام اللقاء محمد بويابس وأحمد الجيماز. لاحظ بندر، بندر يا بندر يا بندر، في خطأ، في خطأ. علي
بندر تبادل مراكز اللعب السلبي راح يخلصها راح يخلصها راح يخلصها لكن صاحي والله صاحي 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 في خطأ في خطأ يا مشار في خطأ يا مشار دائما فواز شوف فواز المشاري كرة دام انها يعني لاحظ 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 قاعد تمشي ما يحق لك ما يحق لك دام انها لامست لحم داخل الستة متر ما يحق لك لكن اذا طامر الكرة من حقك تاخذها بندر دخول خاطئ لو نحسب يمكن علي علي يعني ما شاء الله على المذن هو ما شاء الله يعني عنده احصائية لو حسب بس كم دخول خاطئ كم دخول خاطئ على الفريقين الدخول خاطئ على الفريقين يعني اخطاء ايضا شوف ايضا اخوان من السعودية الكابتن امين قاس ايضا يعني يقول اخطاء لاعبين فريق يعني كثيرة اخطاء كثيرة جدا جدا كرة مع حيدري فواز شاري الى الحيدري 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 شوف يا سلام يا سلام يا سلام على الذكاء يا سلام على الذكاء هذه المهارة اللي عنده لاعب ذكي بندر شوف مهارة وذكاء جدا وشوفها في لاعبين عالميين يسوون مثل هذه اللعبات نعم 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 كثير يسوي هذه اللعبات كثير من يسوون هذه اللعبات نعم يا بذكاء بذكاء من هذا اللاعب نعم هدف فن هدف جميل وهني على طول على طول يك الرد من مشاري برافو وهني ايضا التصويب الاستعجال الاستعجال محمد السوسي يعني استعجال استعجال بعد هدف مشاري عباس هدف التعادل شوف توزيع الادوار شيء مهم يعني توزيع الادوار على اللاعبين لاحظ سعد الحيدري خلاص من اللي مرتاح الحين اللي مرتاح محمد فراد دقيقتين ثلاثه يرد مره ثانيه على يعني يبي بنشاطه يبي بقوته طريقه الدفاع صار الدفاع المتقدم ودائما اكرر الدفاع المتقدم اذا ما يتطبق بطريقه صحيحه راح يكون خطر خطر جدا خطر ولا مو خطر قولوا لي انتوا قولوا لي خطر ولا مو خطر انتوا شفتوا الحركه شفتوا فن كره اليد شفتوا المساحه في الدفاع واللي لازم يعوضها وعوضها عوضها لانه هو اللي اخطا او انت اخطات نعم انت اخطات يا علي البلوشي لكن الهدف الهدف الرائع برافو يا علي البلوشي لكن شوفني شوف الذكاء وشوف التفاهم بين مشاري عباس وفواز المشاري انور شوف الدفاع دائما اكرر المساحه هذه الكبيره تسبب مشاكل خاصه اذا لعب طريقه 4-2 او عندك لاعب ذو مهاره كبيره بالاختراق في خطأ حاول مشاري انه يعني يستفيد من مهارته يلعب اللعب الفردي لكن دفاع من لازار الصربي شوف طريقة 4-2 تسبب مشكلة ما صفر الحكم ما صفر الحكم العب شيء غريب الحكم ما صفر تبي الكرة سعد الحيدري يا سلام دفاع قوي دفاع قوي دفاع قوي سلامات سعد الحيدري سلامات اتوقع راح يصوبه سعد الحيدري ام راح يصوب هل الحيدري يعني هل يعقل هذه الاخطاء لازار لازار يا سلام يا سلام شو اللي حاصل هل هي 7 أمتار رميت هل هي رميت جزاء هذا لازار نعم بين رميت جزاء شوف لاحظ يقول الدفاع من الداخل على فواز فواز المشاري وراح يصوبها
السوسي محمد السوسي الظفيري الظفيري والسوسي سجلها برافو يا سلام عليك هدف للاعب محمد السوسي 18 سالمية 17 كاظمة سالمية المركز الرابع 19 نقطة يبي يكون قريب عند القادسية والكويت أيضا كاظمة يبي يكون قريب محمد إفراد عودة محمد إفراد محمد إفراد يا السلام في خطأ في خطأ في خطأ يا محمد 13 دقيقة السالمية يتقدم على كاظمة 18-17 محمد إفراد مشاري إصرار مشاري عباس توصيل الكرة إلى لاعب الدائرة هذا مشاري أنور هوائية لا غير متفق غير متفق عليها ما اتفقوا عليها ما اتفقوا عليها ويا سلام ويا سلام ويا سلام يا سلام على علي علي في وقت مستقطع نعم طلب وقت مستقطع لكن خلينا نشوفه يا مخرجنا يا خال خلينا نشوفه خلينا نشوف هذه نشوف الكره اللي ضربت بالغائم هل هدف هني خلاص شوف هني السرعه نعم السلاح اتوقع انها خلت يا سلام على هذه اللعبات الجميله الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن بوزو لكن نقطة مهمة السالمية الشوط الثاني غير الشوط الأول الشوط الأول السالمية ما طلع فاست بريك بالكثرة مثل ما نشوف بالشوط الثاني الشوط الثاني طلع لكن شوف هذه اللعبة الجميلة الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن بوزو درب كاظمة السالمية نعم فاست بريك لكن شوف الدفاع يلعب 3-2-1 يتقدم ابعاد الخط الخلفي الى الدائره يا سلام يا سلام فيها دقيقتين شوف الدفاع يعني المفتوح لاعبين السالميه دقيقتين هذا عبد الرحمن سلامات يا عبد الرحمن عبد الرحمن الشمري في دقيقتين لازار خلاص شوف دقيقتين لازار نقص العددي في صفوف نادي السالمية 19 السالمية 17 كاظمة 14 دقيقة شوف مشاري الضغط يا سلام عليك يا مشاري اخترق الدفاع بخبرته اخترق الدفاع بخبرته مشاري عباس طه يخترق الدفاع ويسجل برافو يا مشاري لاحظ الحجز من عبد الرحمن الشمري واختراق مشاري من غير حارس مرمى السالمية يلعب من غير حارس مرمى البحر عطية بندر
حيدر صاحي صاحي الضفير، المرمى فاضي، المرمى فاضي، والتعادل التعادل. برافو لكاظمة، برافو لكاظمة، هدف التعادل عن طريق عبد العزيز الضفيري. يعني فوق انه قاعد يصد، فوق انه يعني اصطاد كرات من 6 متر واصطاد الكرات التصويب من خارج ايضا يسجل. نعم برافو برافو. ما لحق عليها مشعل. بندر حيدر، بندر يا سلام يا سلام، لكن توصيل الكرة فقط، توصيل الكرة يعني سلم واستلم، سلم واستلم، هذا اللي نعرفه في كرة اليد، سلم واستلم، يعني شغلات بسيطة، توصيل الكرة انك تسلم الكرة بطريقة صح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما فيها شيء، خلاص بالغاء بالغاء. شوف شوف هذا اللاعب المحترف، يا لاعب محترف مثل هذا ولا ما بي؟ لاحظ، والسلام عليك يا سلام، يا سلام عليك يا مشاري، مشاري عباس. شوف مشاري عباس لما لعب بالبداية يعني أخطأ في كرتين، أخطأ في كرتين يعني بالتمرير، ورجع السالمية تقدم بالنتيجة، لكن مشاري عدل هذا كله، عدل الخطأين عدلهم وتقدم مع فريق كاظمة بالنتيجة 20-19 سالمية. استفاد أيضا من النقص العددي سوسي، بندر، لازار، لازار دفاع، دفاع قوي، عبد الرحمن دفاع قوي من عبد الرحمن على لازار، دفاع قوي. بندر يا سلام يا السوسي، اوه الضفيري الضفيري الضفيري، هذا محمد سوس تونسي. شو اللي حاصل بالاحتجاج؟ شوف ضفيري ما شاء الله عليك يا عبد العزيز ضفيري، مساعد مساعد دكتور مساعد، وهذا بدر المطوع، بدر المطوع موجود مع هاني ابو. طبعا الاسماء اللي تجيني من الاخوان، شوف هنا في كرت انذار على على مساعد، دكتور مساعد مفرح. وهني حراسة المرمى يا الضفيري، الضفير الضفيري، يا سلام عليك يا عبد العزيز، يا شوف كرتين 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 من رمية الجزاء، وتعود مرة ثانية للسوسي، لكن حارس مرمى هو رقم واحد هذا عبد العزيز. نعم عبد العزيز ضفيري يتكلم عنه كابتن عباس طه، دعم حارس مرمى مميز. فارغ هدف صالح كاظمة 20-19 سالمية 19 بن عبد الله مشاري المسعودي، ما شفناه بالجناح المسعودي، ما شفناه بالجناح مشاري مشاري، والاستعجال من مشاري، الاستعجال من مشاري، تعود الكرة سريعة بندر. شوف الاستعجال يعني ترد عليك عكسية، الاستعجال انهاء الهجمة خلص الفارق الى هدف. نعم التعادل، اسف التعادل، سالمية برافو بندر، وبرافو ليه لازار، برافو للسالمية قاعد يستفيد من الاخطاء كاظمة. امشاري اخر 12 دقيقة وفرا، يا سلام يا سلام يا يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مشعل الشطي، حراسة المرمى من الفريقين. لاحظ محمد فراد من وين التصويب،
التصويب لكن صاحي 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 صاحي. حراس المرمى الفريقين مشعل الشطي وعبد العزيز الضفيري اللي شال كثير. الضفيري شال كرات كثيرة. بعد المراكز بندر، هذا علي خالد، علي خالد لازار، علي خالد أيضا من اللاعبين اللي صوبون، من اللاعبين اللي صوبون. يا سلام عليك يا سلام عليك يا علي خالد، قلت لك من اللاعبين المدفعجية اللي بالتصويب يصوب أيضا من خارج أمتار 9 متر. برافو، لاحظ لاحظ المهارة الفردية بذكاء يسجل. برافو للسالمية، برافو للسالمية. 21 السالمية، 20 كاظمة. محمد فراد إلى الد... يا سلام يا سلام، يعني ما راح أتكلم عشان لا يقول يا كابتن حسد حراس المرمى، يعني اللي قاعد يسوونه مو شوية، اللي قاعد يسوونه حراس المرمى مو شوية بصراحة أقولها. سواء حارس مرمى السالمية، شوف برافو برافو يا مشعل الشطي، وبرافو يا عبد العزيز الظفيري. يعني كرة على 6 متر مشاري عباس يسلمها للاعب الدائرة عبد الرحمن الشمري، لكن حارس مرمى كان صاحي مشعل الشطي. لازار، بندر، علي خالد، علي العطية، هل يكون الضغط؟ هل يكون الضغط؟ هل يكون الضغط؟ لا، في 4 خطوات، يقول 4 خطوات، 4 خطوات، 4 خطوات، ترجع كرة سريعة من عبد الله. شوف الاستعجال، هذا الاستعجال على الفريقين. البلوشي 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 البلوشي، يا سلام عليك يا محمد، برافو برافو للسالمية محمد البلوشي. لكن لكن أخطاء أخطاء كثيرة. شوف محمد كانت راح تروح منه الكرة، لكن لكن عرف كيف يتعامل معاها. سلامات البلوشي، شوفني خلاص ما راح يدش، لازم يطلع خلاص. هني البلوشي لازم يطلع، 3 هجمات. سلامات 22 سالمية، 20 كاظمة، آخر 9 دقائق. محمد البلوشي شوفوني مبين مبين الإصابة، لاحظ لاحظ مبين عليه الإصابة. بين عليه الإصابة. سلامات 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 ليه البلوشي، محمد البلوشي. هنا 20 سالمية، 20 كاظمة. هل يستطيع السالمين يحافظ على النتيجة؟ آخر 9 دقائق من هذا اللقاء. فواز المشاري، سعد الحيدري، محمد فراد، سعد الحيدري. يعني سعد الحيدري من اللاعبين اللي صوبون من خارج أمتار 9 متر. مشاري إلى محمد فراد إلى الجناح، ويا السلام يا المسعودي، يا السلام يا المسعودي، برافو يا المسعودي. عبد العزيز، عبد العزيز يسجل من الجناح، لاحظ الطريقة الصحيحة، الضغط الضغط توصيل الكرة إلى الجناح. يعني الفريقين يمتلكون أجنحة، فريقين عندهم أجنحة قادرين يسجلون. لازار
سوسي محمد بندر بندر لازار يا سلام عليك يا لازار لكن في خطا في خطا في خطا في خطا في خطا شوف هني اذا دش الاخصائي العلاج الطبيعي وطلب الدكتور الحكم خلاص ما راح يلعب ما راح يلعب ثلاث هجمات ما راح يشترك ثلاث هجمات لكن لا هذا علي عطية لازار بندر لازار شوف السالمية قاعد يضغط من بعيد لكن قادر يوصل للتسعة متر لاحظ لاحظ الكروسات صاحي 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 يقول لك صاحي فواز لكن هني مو صاحي هني مو صاحي كان صاحي فواز المشار كان صاحي فواز المشار للتمرير لكن بالتوصيل الكرة لا لا تمرير الخاطئ للمسعود يا عبد العزيز جيماز دي الكرة هذا فواز المشاري مثل ما قلنا أخطاء أخطاء كثيرة في هذا اللقاء من فريقين واصلين إلى دور الكبار نافسة كبيرة راح تكون ضد القادسية وضد الكويت أيضا والعربي لكن بانتظار صليبيخات أمبرقان لاحظ يعني شوف في دقيقتين لكن الكرة راح تكون حق كاظمة شوف على عبد الرحمن ويابس يقول له عبد الرحمن اخذ دقيقتين لكن في يعني لاحظ راح ظني هني في مسك طيب لكن الاستعجال من علي من علي بولند زاوية ضيجة خلاص ردت عليك ردت عليك كان بإمكان السالمية يعني يستفيد من الهجمة هذه لكن حارس مرمى كان صاحي عبد العزيز ضفيري محمد براد طريقة 4-2 على الدائرة طريقة 4-2 على الدائرة في خطوات خطوات نعم سعد حيدري شيء غريب والمرمى فاضي وحده بوحده وحده بوحده وحده بوحده يا الضفيري وحده بوحده يرد عليك مشعل مثل ما انت سجلت على مشعل مشعل سجل عليك نعم مثل ما انت سجلت على مشعل مشعل سجل عليك يقول لك وحده بوحده يقول لك وحده بوحده وخلنا ربع مثل ما سجلت انا اسجل مثل ما انت تصد انا اصد لاحظ هني حارس هدف هدف وراح تشوفونه راح تشوفونه هل هو الحيدري سعد الحيدري الى الجناح يا سلام يا سلام عليك يا علي يا سلام شوف السالمية يعني نفس الطريقة ما كان ما يسجل هذا البلوشي برافو يعني علي علي البلوشي شوف هذا الهدف ايضا هناك في هدف لكاظمة لاحظ نعم سعد الحيدري سعد الحيدري يطلق قذيفة كل شيء راح تشوفونه قلت لكم كل شيء راح تشوفونه ما شاء الله مصورين من اخراج من كل شيء كل شيء الاخوان بالسيارة الاخوات والجميع المتواجد معانا وين يسجل يسجل انور انور بن عبد الله اللي خذ استراحة قصيرة ونيل بلوشي ويا السلام يا السلام يا السلام على البلوشي وبرافو يا علي علي البلوشي ثاني هدف يسجله هدفين متتاليين طبعا لا أكثر من
ثلاثة أهداف. علي عنده أربع أهداف، أربع أهداف، هدفين يسجلهم متتالية. البلوشي هني برافو اللي منو على مشاري، مشاري مشاري فتح لك اللعب، مشاري فتح اللعب ليه محمد المحترف فراد، محمد فراد. لكن التصويب، التصويب الخاطئ محمد فراد، واخر اربع دقائق. وبرافو للسالمية، برافو للسالمية، قيادة التونسي المنجي البناني ويساندا يعقوب المسوي. شوف الدفاع المتقدم، الدفاع المتقدم، لاحظ فواز المشاري وين يبون يبعدون الخط الخلفي. لكن السالمية عنده أجنحة، عنده أجنحة خطيرة، طريقة 4-2 أو الضغط. لاحظ 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 تصويب من لازار والاستعجال، التصويب من لازار، وهذا الظفيري محمد فراد. في وقت، في وقت، تو الناس، تو الناس. محمد جواد طريقة 4-2. شوف كيف تحت، لكن البلوك، بلوك، برافو برافو يا حيدر، يا دشتي، برافو لحيدر دشتي بالدفاع. محمد فراد الى انور، انور، شوف انور يبي يستفيد من خطا، انور يبي يستفيد من خطا من المدافعين، ياخذ دقيقتين. اللعب السلبي، يا سلام، شايف او شايف الملعب كله، او شايف، شايف الملعب. محمد فراد يوصل الكره الى الرضان، وبرافو يا الرضان. تحدثنا عن الشوط الأول، قلنا تكلمت قبل قليل، قلت السالمية غير الشوط الأول، غير الشوط الثاني. السالمية ما طلع بكثرة فاست بريك، كان كاظمة هو اللي يطلع الفاست بريك خاصة بالسنتر السريع. هذا السوسي، 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 يا سلام عليك يا محمد، برافو. شوف وين وصل محمد ويسجل، يسجل هدف رقم 26 فرق هدفين. في خطأ، في خطأ، أرضية الملعب. دقيقتين والدقيقتين، يعني اللي يقول لي كابتن عيسى أنت بالغ، لا لا ما بالغ، ممكن تكون فيها ثلاث أربع أهداف هالدقيقتين، يعني هالدقيقتين ممكن يكون فيها أربع أهداف، ليش لا؟ لكن كيف أسجل الأهداف؟ كيف أسجل الأهداف؟ شوف محمد جواد إلى أنور إلى الجناح المسعودي، يا سلام عليك، يا سلام عليك. قلت لكم كرة اليد، اللي يصدقني يصدقني، واللي ما يصدقني على راحته. كرة اليد حراسة المرمى، ابدأ بحارس مرمى عندك، ثم الدفاع، ثم الفاست بريك وتخلص. برافو للسالمية. دي إذا يعني دخلت هذه الكرة، السالمية يصعب المهمة على كاظمة. يا سلام يا سلام يا سلام، العقل المدبر، العقل المدبر. شوفني في دقيقتين أم في خطأ؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. العقل المدبر هو بندر، بندر، بندر. وني ايش قاعد تسوي، ايش قاعد تسوي يا مشعل؟ نجوم المباراة حراسة المرمى، ايش قاعد تسوي؟ خلاص 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 خلاص، مبروك مبروك للسماوي، مبروك للسالمية، مبروك للسالمية بالنقطتين. السالمية راح يكون عنده 21 نقطة مع الغاتسية، الغاتسية طبعا عنده المباراة مع صليبي خات. نقول مبروك، هوائية ما صارت، المسعودي
الى مبارك الى مبارك. شوف يعني حتى الاخطاء مستمره. الى فواز، وين يا فواز؟ وين يا فواز؟ خلاص السالميه استحق الفوز بقياده هذا التونسي، بصراحه بقياده المدرب. ليش؟ بالتبديل اللي قاعد يجري، خاصه طبعا حراسه مرمى هي اللي كانت رقم واحد اللي تصدت لهجوم نادي كاظم. اعزائي المشاهدين قول مبروك فوز السالميه على كاظم بنتيجه 27-24. خليكم مجرب لان هناك لقاء مهم بين الغاتسيه والصليبيخات. الصليبيخات يبي الفوز عشان يكون من ضمن الست الكبار، والغاتسيه ما يبي يفقد المركز الثاني. اعزائي المشاهدين خلونا ننتقل الى زميلي عبد الله حسين وضيوفه في الاستوديو التحليل الكابتن عباس طه والكابتن علم الذن، وكل امل ان نلتقي معكم في لقاءات قادمه ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، كان معكم عيسى عبد القدوس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للزميل عيسى عبد القدوس. إذن السالمية يغلب المباراة على كاظم بالشوط الثاني ويتغلب بفارق 3 أهداف، 27 السالمية 24 كاظم، ويرفع رصيد السالمية ل 21 تساوي مع القادسية اللي عندها المباراة القادمة، ويظل كاظم على رصيد 27. أمور كثيرة بالشوط الثاني، ونجم أكيد نجوم كثر بالسالمية، خاصة بالسالمية اللي تفوق في المباراة بالشوط الثاني. مشعل الشطي في حراسة المرمى تألق بشكل واضح في هذا الشوط، أيضا علي بلوشي في الجناح اليمين، محمد سوسي، بندر. السالمية بأداء أفضل بالشوط الثاني، وإن كان يمكن في تحفظ كبير على مستوى المباراة، يمكن أخطاء كثيرة، كل من تابع يمكن يتكلم على تسرع وأخطاء كثيرة في المباراة، لكن السالمية قدر يأخذ بالأهم ويتغلب في المباراة. علي السالمية يمكن ما توقعته بالشوط الثاني يرجع، قدر يرجع بالشوط الثاني وتألق واضح لي مشعل الشطي في حراسة المرمى. أول شيء عبد الله مبارك لنادي السالمية فوز اليوم، وهارد لك لنادي كاظمة. عبد الله يعني ترى الشوط الأول والشوط الثاني ترى يعتبر كوبي بيست، كثرة الأخطاء من الفريقين. يعني نادي كاظمة عنده 16 خطأ هجومي، عبد الله نادي السالمية 15 خطأ هجومي، يعني رقم كبير عبد الله. لكن اللي عطى الأفضلية لنادي السالمية مشعل الشطي في حراسة المرمى، عنده 7 تصديات وسبع تصديات في 30 دقيقة كانت جدا مهمة، وفي أوقات يعني كانت ممتازة لمشعل الشطي. نقول مبروك لنادي كاظمة، وأيضا قلت لك مستوى مشعل الشطي، هاردك لنادي كاظمة، هاردك أيضا لمدرب نادي كاظمة بوزو، اللي صراحة أنا عبد الله ما أدري شنو قاعد يلعب في الهجوم ولا في الدفاع. أنت 60 دقيقة فريقك مو متقادر يدافع
ظليت 60 دقيقة تلعب 6-0. نعم. يعني ما حاولت انك تغير 5-1 3-2-1. بس بنشوف اللقطة ابو بشاري واذا بتاخذ رايك في اللقطة شبك كم لقطة عندنا السريع. هذه لقطة مالت الهدف اللي كان محتجوا عليها، الكرة واضحة اعتقد الهدف شوفها. اوه واضحة. كاملة داش. اذا قرار الحكم صحيح يمكن احمد عطفت. ابو يابس كان شوف حتى نظرته للمرمى وقراره صحيح 100%، الكرة دخلت بكاملها داخل المرمى. لا كامل محيطها بالجول. جول جول. عبد الله القانون يقول لك اذا الحكم شكيت انت بالكرة ترجع للفي بي اس. لكن هذه كانت واضحة لابو يابس فهدف صحيح. اوكي شكرا لك. ابو مشاري باختصار المباراة كاظم استحق الخسارة. استحق الخسارة، إذا كاظم احنا كنا يعني نفكر أنه هو ينافس الكويت يطلع لي بمباراة 1-16، لكن أنا أقول لك اللي ساهم بهذه الأخطاء المدرب. تبديلات كثيرة. عدم استقرار لهذا. شنو التكتيك اللي تلعب فيه؟ شنو الفكر اللي قاعد تلعب فيه مادي؟ أنا أمانة أقول حق أخوي أبو يوسف هار لك واذكر كلامي بعد ما رديت من الآسيوية من إيران إلى الحديث اللي دار بيني وبينك شنو كان شنو؟ كاظم اليوم استحق الخسارة بكل جدارة. قلت لك عزيز الضفيري ولولا عزيز الضفيري كان خسر كاظم اكثر من اهداف. بيك بس اسمح لي بس مشاركة.